ترغم الجو المشحون تبعني للظرف المرهون مطرح ما عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما. فعلاً مشاهدينا أول شيء صباح الخير، وبعدين في دكتور مريان علوان يلي كانت بالفيديو يلي فعلاً عم تشتغل وعم تجتهد وبعيدة عن أهلها وبعيدة عن أصدقائها وبعيدة عن بيتها بس حتى اللي تقدر تأمن الرعاية اللازمة كرمال كورونا، كرمال المرضى يلي عم بفوتوا على المستشفيات ومش عم بيلاقوا أسرة. فعلا يعني هي من فرقة مزيج ولكنها دكتور بالجبهة الأولى يلي عم بتواجه كورونا. شو ناطرين؟ لأي متى ناطرين إنه نوعى حتى لنوصل لمطرح ننطر إذا ابننا بفوت ولا بينا بفوت؟ ناطرين أماتنا يقفوا بهالجدلية أمام بواب المستشفيات يشوفوا إذا بفوتونا نحن أو بفوتوا أهلهم؟ شو ناطرين ما مناخد الإجراءات اللازمة ومنلتزم بالإجراءات اللازمة؟ فعلا هالموضوع يلي زاد عن حده أرقام قياسية يوم عن يوم، نهار بدنا نحتفل، نهار بدنا نشوف أصحابنا، نهار ضيق خلقنا من اللوكداون، عدا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية، عدا عن المشاكل اللي عم بيواجهها البلد، يو هلأ بدنا نلتزم ونوصل بمطرح معين للي لازم نوصل له، أو للأسف يعني ما رح نقدر أبداً نواجه ولا أي مشكلة أخرى ونقدر نواجهها ونخلص منها. مشاهدينا اليوم بصيرنا أكيد كون بهيدي الصبحية للأسف يلي بمطرح معين محزنة شوي، لأنه خاصة بعد اللي شفناه بالسوبر ماركت مبارحة، يعني ما لحقوا قالوا بدون يسكروا السوبر ماركت إلا العالم كلها تهتفت على السوبر ماركت بدون كمامات بطريقة عشوائية بدون تباعد اجتماعي. ما بعرف إذا يعني هيك بعد بمطرح معين اللبناني معروف بحس الفكاهة، ولكن طلعت نكتة مبارحة انه ان شاء الله ضل حاسة الاستطعام موجودة عندكم حتى لكل يلي اشتريتوه مبارحة تقدروا تاكلوه. للأسف على قد ما كانت الأعداد هائلة بالسوبر ماركتس. صباح الخير بشارة. صباح الخير إيفيلينا، يعني صراحة معك حق بكل كلمة عم بتقوليها وقلتيها. نحن أول ناس تعبنا واستقمنا أنه نحكي عن كورونا كل يوم، إنما للأسف هيدا واجبنا، مضطرين لأنه فعلا تخطينا كل الخطوط الحمر. الشهادات الحية اللي عم نسمعها بالمستشفيات مش بس حزينة، بتخوف كمان، شي بيلوع القلب. يعني لما بتطلع بالكابشن يلي كتبتها مريان، دكتور مريان علوان على انستغرام، بتشوف أنه كتبت فيديو موجه لكل كل شخص مشتاق لغمرة أحبائه، لبوسة أولاده، لدفى بيته، لطبخ أمه، لحكمة بيه. خليك بالبيت وخلي إيمانك قوي لأنه أكيد رح يخلص هالكابوس. يعني إن شاء الله يعني هذا الإقفال التام يلتزموا فيه المواطنين، وصراحة إجا بمحله. مثل ما كنت عم بتقول يعني المشهد اللي شفناه امبارحة صراحة منه مقبول. يعني طبيعي أنه الناس تتهافت على السوبر ماركت، طبيعي أنها تتبضع قبل اللوك داون، هذا شيء طبيعي. إنما قد صرنا بنحكي عن التباعد الاجتماعي، عن أهمية وضع الكمامة، أنه الكمامة بنحطها بتغطي الأنف والفم، وأنه الكمامة بنحطها ما بنضلنا ندق فيها كل شوي. بس للأسف يعني يبدو أنه ما في بعد وعي كافي عند كل الناس. أكيد في ناس ملتزمة بس في ناس مش عم تلتزم. بمطرح معين بشارة يعني ما في سكة محددة اللي احنا نقدر نمشي فيها. نهار بيقولوا لك اقفال تام، بيرجعوا بيقولوا لك في استثناءات. اكيد البلد بده يكفي، ولكن نحن فتنا بمرحله طوارئ. يعني نحن كل حدا ببيتنا اليوم في حالة كورونا على الأقل. صحيح. فإذا بتحسبهم يعني فعلا هذا عدا عن اللي مش عم بيروح يعمل بي سي آر ويشوفوا عم يحجر حاله هيك من دون يعني وعم بيعرض غيره للأسف. ففعلا نحن بنطلب من كل المعنيين، من كل المسؤولين، عدم وضع بين أيدي الإعلام، بين أيدي أي حدا قرارات بعد مش نهائية. يعني خلص صدر القرار صدر، وإنما ما نقول وقد يصدر، لأنه العالم فعلا واقفة عندها وسواس، عندها هاجس، هل رح نجوع، هل رح نموت من الجوع، هل رح نموت من القتل، أو رح نموت من كورونا. ففعلا يعني الواحد على كل حال قرار الإقفال التام اتخذ، رح يكون في إقفال تام من 14 ل 25 كانون الثاني مع بعض الاستثناءات. يعني نعم. أنا نذكر أنه الأفران رح تكون فاتحة لساعة 3، السوبر ماركت رح تكون عم تشتغل على خدمة الدليفري من 5 للساعة 5، وأكيد في طلب كان من كل من السلطات المعنية
من المستشفيات الخاصة أنها تزيد عدد الأسرة المتعلقة بمرضى كورونا. مش مسموح بقى ولا مستشفى خاص ما يستقبل مريض بكورونا تحت طائلة الملاحقة القانونية. رح ننتقل هلأ على أرقام كورونا لنشوف قد سجل عدد إصابات كورونا بال24 ساعة الأخيرة. يعني الرقم هو 3095 إصابة بكورونا بلبنان بال24 ساعة الأخيرة، 5 من الوافدين والباقي كله مقيمين بلبنان. عدد الوفيات تخطى ل 1600، صرنا 1629 نعم شخص توفوا من كورونا بلبنان. الله يرحم، يعني اكيد كل يلي توفوا بمطرح معين كنا هيك عم نتصرف بطريقه عشوائيه واعتباطيه على امل منا وجر انه نكون تحملنا هيدا المسؤوليه واخذناها على عاتقنا. اكيد بنرجع بنذكر المشاهدين انه التبليغ عن اي حاله انتم بتشوفوها قدامكم او بتحسوا باي عوارض مش عيب يكون معنا كورونا، أكيد بيقدروا يتصلوا على 1787 وبيقدروا يرجعوا أكيد يتابعوا كل الأرقام يوم بيوم عبر موقع وزارة الإعلام طبعا. وأكيد يعني بشارة هذا الموضوع عالمي مش بس صحيح. محلي، يعني كل البلدان عم بتكون بمطرح معين بمواجهة خطرة، كلهم عم بتخبطوا وما عم بيعرفوا على الضبط شو بدهم يعملوا وأي مسار بدهم يتخذوا. ما في دراسة بعد محددة كيف عم يتفشى الفيروس أو حتى كيف عم بيتم يعني مثل ما قلنا التناقل هيدا الفيروس أو كيف الوقاية منه للأسف. وطبعا دايما بعد الولايات الأمريكية المتحدة بالصدارة، بتتبع الهند ومن بعد البرازيل ومن بعد روسيا، بعد المملكة المتحدة، فرنسا وتركيا، وأكيد في العديد من البلدان الأخرى يلي عم نشوفهم تباعا. وأكيد من تلفزيون لبنان ومن كل شخص اليوم بلبنان منحب نوجه تحية للطائم الطبي يلي فعلا ما عم بينام، وهالمرة بصوت راغب علامة فعلا يلي ما أبدا بيبخل على أنه يوجه أي تحية لهدول الأشخاص. دينا فعلا بشارة تحية للطائم اللي عم بيكون عم بيواجه أكيد بالخطوط الأمامية وعم بيضحي كتير، وياريت نقدر هالتضحية نبقى بالبيت، لأنه كل ما ملتزمنا بالإجراءات رح نكون عم نزيد تقل على هيدا الطاقم. يعني هنا عم يشتغلوا معنا بطريقة يحافظوا على نفسيتنا، خاصة بعد اللي شفناه مع دكتور مريان، بنفس الوقت على صحتنا ونحن عم نكون مستهترين أوقات. فلا بالعكس لازم مشاهدينا نلتزم. وطبعا بشارة يعني اليوم سلسلة وعديد من الضيوف رح ينضموا لنا أكيد ضمن المواضيع يلي بتخص كورونا وغيرها متنوعة. رح نبدأ أكيد، رح يكون عنا محطة مع كورونا، رح يكون ضيفتي دكتور ندى ملحم استاذة وباحثة بعلم الفيروسات والأمراض المعدية لنحكي أكثر عن انتشار الوباء بلبنان وعن هالمرحلة اللي عم نتحضر له، وهي مرحلة الإقفال التام من 14 ل 25 كانون الثاني. صحيح بشارة، وكمان يعني اللبناني ما بيبخل أبدا أنه يرفع لنا راسنا بالعالي. رح يكون معنا كمان ميساء بصيبس، هي مهندسة معمارية وبطلة لبنان سابقا في كرة الطاولة أو البيمبون. والموضوع رح يكون الاتحاد الدولي لكرة الطاولة اختار لبنان من بين 226 بلد، وضمنا كانت ميساء اللي هي بتمثل لبنان. أكيد نحن دايما منحب نضوي على success stories للبنانيين، إن كان اللبنانيين المقيمين أو حتى المغتربين. ضمن ضيوفنا كمان رح ينضم لنا كامل مهنا. الدكتور كامل مهنا هو رئيس مؤسسة عامل الدولية، هالمؤسسة الخيرية اللي لها مسيرة طويلة من العطاء واللي افتتحت مؤخرا ثلاث مراكز رعاية صحية واجتماعية ببرج حمود بالأشرفية وبعين الرمانة. أكيد بشارة، وأكيد رح ينضم لنا دكتور باسم جمعة، أكيد كمان تنحكي عن ظروف صحية أخرى. أكيد بالإضافة لعدد من الفقرات الثابتة مثل فقرة الموضة مع سارة كيروز بنهاية الحلقة، وفقرة الرياضة مع الكوتش سائر حسكور اللي منقل له اليوم عقبال المية، اليوم عيد ميلاده لكوتش سائر. أكيد بنتمنى له هابي بيرثدي، ومبارحة كمان كان عيد سارة. ففعلا اليوم هيك في احتفالات ولكن تباعد، لازم نلتزم بالتباعد، ونتمنى اكيد لقلهم ان شاء الله يا رب سنه جديده سنة حلوه عليهم. ننتقل هلا لكن لفقره رياضه لنبلش نهارنا بكل نشاط مع الكوتش سائر حسكور.
عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح. مثل ما كنا عم نقول من شوي فتنا هلأ عم نتحضر لمرحلة الإقفال التام من 14 يعني من نهار الخميس ل 25 كانون الثاني، وهالإقفال رح يكون فيه استثناءات قليلة جدا، يعني عم نحكي عن الطاقم الطبي، الصحفيين، وأكيد المؤسسات العسكرية وبعض المحلات يعني اللي رح تكون فاتحة، يعني التجار الكبار اللي يخلوا أكيد الأمن الغذائي مأمن بلبنان. صحيح بشارة، حتى التجار يلي كمان أيضا إن كان شركات الأدوية أو الشركات يلي بتعمل والسانيتايزرز وغيرهم، وطبعا المطار يلي كان اكثر شيء جدلي بدنا نتعرف يعني المطار رح يكون على الحدود البريه والجويه. المطار رح يكون في تقليص لعدد الرحلات لحدود ال 20%، في اجراءات مشدده هلا رح يكون في بي سي ار لكل اللي واصلين، اثنين بي سي ار، بي سي ار على الوصله وبي سي ار بعد 6 او 7 ايام مع حجر صحي بيناتهم. الرحلات اللي من القاهره، اللي من بغداد، اللي من اديس ابابا ومن اضنا رح تكون فيها تشدد اكثر، لانه 85% إفرينا من حالات كوفيد اللي كانت عم توصل على المطار عم بتكون عبر هيدي الرحلات. نعم أكيد بشارة، يمكن القرار يلي أخدوه هو أفضل قرار، لأنه بمطرح معين المطار يعني كنا عم نشوف من القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي أنه ما كانت الحالات عم بتكون هالقد عالية نسبة للمقيمين الفعليين بلبنان. وطبعا كمان امبارحة على السوشيال ميديا كمان كانت ذكرت مديرية العام للجيش أنه الجيش اللبناني رح يوزع المساعدات المالية المحددة ب 400,000 ليرة لنحو 280,000 عائلة خلال هذا الإقفال. يعني ما نذكر كمان رح يكون في حظر تجول، يعني اللي ما عنده شغل ما عنده شيء يعمله مش مفروض يكون على الطريق. هلا في بعض الأسئلة بعض العالم مش فهمتها، عم تسأل إذا أنا بدي روح أعمل بي سي آر، إذا أنا راح رايح على الفارماسية وقفني حاجز شو بقول له، شو بدي فرجيه إذا ما معي فاتورة؟ أسئلة بسيطة يمكن، هل بحقلب هالعشرة أيام أنزل مشي كلبة تحت البناية ولا ممنوع أظهر على الطريق بتاتا؟ بنتمنى كل هالأمور يعني تتوضح بهاليومين تكونوا كل المواطنين محضرين بطريقة يمكن مقتضبة. ونرجع نقول أكيد للمشاهدين لو بدأت تكون قاسية بمطرح معين، ولكن فعلا خلونا نسكر أبواب بيوتنا أحسن ما نضطر نفتح أبواب المدافن، لأنه شيء جدا مؤسف. كيف رح تكمل الأحوال الجوية لهالأسبوع؟ صار وقت ننتقل سوا على مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي مع عباس عبيد. صباح الخير عباس. ناطرين من عباس يزودنا بكل المعلومات. إيفلينا يعني عم بيقولوا في عاصفة ثلجية معقول تكون قدمة على لبنان بين نهار الأربعاء ونهار الخميس. هلا بدنا ننطر أكيد من فعلا بالبيت ومننزرب يعني ان شاء الله اذا في عاصفه تقطع خير ويكونوا اللبنانيين ملتزمين بالاقفال. صحيح. فعلا ملتزمين بحظر التجول خاصه الطرقات، يعني هيك بنكون عم نحمي اكثر اللبنانيين يعني ما يتعرضوا لحوادث سير خصوصا بنعرف يعني وضع الطرقات بلبنان. رح نكون لكن مع حوالي الطقس بعد شوي، انا ما قبل رح ننتقل لعند الزميل داني حرب وجوله من الاخبار حول العالم. وجدت مركبة الفضاء فوياجر أن الفضاء كتير كبير خارج النظام الشمسي، وفقاً لبحث نشر بمجلة أستروفيزيكال لاترز. وعبرت فوياجر 2 من ناسا للفضاء بين النجوم بتشرين 2/2/2018 بعد رحلة استمرت 41 سنة، وكانت دخلت فوياجر 1 الفضاء بين النجوم بموقع مختلف بعام 2012. وكتب مؤلفو دراسة أن الزيادة بالكثافة اللي اكتشفتها المركبة الفضائية فوياجر لازم أنه تكون بسبب الحقول المغناطيسية بين النجوم اللي أصبحت أقوى مع اقترابها من الغلاف الجوي، وبدلا من ذلك قد تتبطأ المادة اللي بتهبها الرياح الموجودة بين النجوم وبتتراكم مع اقترابها من الغلاف الشمسي. لدى إدارة الفضاء الصينية CNSA حالياً مركبة جوالة عم تستكشف الجانب البعيد من القمر كجزء من مهمة تشانغ إي 4، كما أنها عم تستعد لإطلاق مهمة تشانغ إي 5 هالسنة لجمع عينات من القمر وإعادة العينات للأرض. وعم بتخطط الأمة للإضافة لقائمتها المثيرة للإعجاب من المشاريع القمرية مجموعة جديدة من المهام لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر.
ومن المقرر أنه تتوجه شانغ إي 6 وهي مهمة احتياطية لإطلاق نموذج العودة هالسنة للقمر بين 2023 و2024، كما من المقرر إطلاق شانغ إي 7 بحوالي عام 2024 بأهداف مزدوجة تتمثل بالهبوط على القطب الجنوبي للقمر ودراسة المنطقة عن كثب من المدار. ورح تكون مهمة شانغ إي 7 مهمة معقدة للغاية بتضم 5 مركبات فضائية مختلفة، ورح تقوم بمسح القطب الجنوبي للقمر من المدار باستخدام معدات قياس حساسي وعلى راسه محلل جزيء الماء لإجراء قياسات بمناطق مظللة بشكل دائم بالقطب الجنوبي للقمر. وبعد مهمة شانغ إي 7 رح تكون مهمة شانغ إي 8 مهمة تقنية اختبار لاستخدام الموارد المحلية لتصنيع الأشياء باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. اكتشف العلماء كوكبين خارج المجموعة الشمسية عم بيدوروا حول قزم أحمر على بعد حوالي 120 سنة ضوئية، بما في ذلك الأرض العملاقة. وبيشير البحث اللي نشر بمجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية إلى أن الكواكب الخارجية TOI-1266b وTOI-1266c قراب من نجم، لدرجة أنه دوران حول نجم بيستغرق 11 و19 يوم على التوالي. مشاهدينا وأكيد مكفيين صبحيتنا معكم لليوم، نرجع منذكركم أنه إذا بتحبوا تتواصلوا معنا أو ترجعوا تحضروا الحلقات بتقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج فيسبوك إنستغرام وتويتر أحلى صباح. فعلا مثل ما قلت بالمقدمة، لبنان أبدا ما بيبخل أو اللبناني أنه يرفع لنا اسمنا بالعالي. اليوم الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بيختار لبنان من بين 226 بلد من خلال لاعبة نادي الأدب والرياضة كفرشيمة للترويج والرياضة والسلام بالعالم. أكيد لنعرف أكثر رح نكون باتصال مباشر عبر زوم مع ميساء بصيبس اللي هي مهندسة معمارية وبطلة لبنان سابقا بكرة الطاولة. صباح الخير. بونجور. يعطيك العافية. مرسي. إن شاء الله يا رب تكوني هيك you're staying safe وبصحة جيدة يا رب. Thank you. إن شاء الله أنتو كمان. Thank you. ميساء، أول شيء نبلش معك هيك بطريقة جنرال ونعرف أكثر المشاهدين، إذا فيك تعطينا لمحة عن نادي الأدب والرياضة كفرشيمة. Yes. هلأ هو نادي الأدب هو نادي عريق وخرج عدة أبطال بلبنان خاصة بالبينج بونج، يعني بكرة الطاولة، ومن أشهرهم أبطال لبنان موريس حجن أولى وفيريتا بصيبيس. هلأ أنا بلشت مسيرتي من أنا وصغيرة بهيدا النادي وبعدني مكملة فيه إذا الله رأت. إن شاء الله يا رب كمان تضلك متابعة وكل الأمور اللي بتتمنيها أنها تتحقق. هلأ ذكرتي أنه من أنت وصغيرة انضميتي لهيدا النادي، فمن أنت وصغيرة كان عندك شغف لعبة إذا بدنا نقول كرة الطاولة، والجدير ذكره أنه كمان ربحتي لعشر سنوات متتالية أيضا بطلة لبنان. خبرينا أكثر عن شغفك لهيدا اللعبة أو إذا صرت بتعتبريها بمطرح معين لايف ستايل. Yes. هلا هو جو العائلة اللي بيهتم بالرياضة خلاني اتحمس اكثر للعبة. كنت اشوف اخواتي هيك انا وصغيرة عم يتمرنوا بالبيت بالنوادي، هن كمان ابطال لبنان، هن اكبر مني، فحطيت براسي انه بدي اصير مثلهم وهن كانوا قدوة الي، فهيدا الشيء اللي حمسني اكثر لفوت بقلب هيدي اللعبة. ونقينا كمان كرة الطاولة لأنه هي الواحد فيه يتمرن بالبيت، فيه يتمرن وين ما كان، يعني ما بدها سبيس، ما بدها محل كبير، وميزانيتها أنه ما لنا كتير عالية للواحد يقدر يلعبها. صحيح ميساء. تنحكي أكثر كمان عن اللعبة، بما أنه هيك بتحسي لما بنسمعك بنحس قديش فعلا أنت شغوفة لهيدي اللعبة، شو يلي بيميز بالنسبة لإليك وبطريقة عامة هيدي اللعبة عن غيرها؟
هلا هي لعبه بتقوي الريفلكس، كلنا بنعرف انه هي لعبه سريعه وبتتطلب لياقه بدنيه كتير عاليه، خاصه بسرعه الحركه، لانه مثل ما بنعرف انه طاوله البيبون صغيره وبدنا كتير نتحرك بسرعه لنقدر نرد الضربات. اوكي، وبتحسي انه بتشجعي اليوم العالم انه تمارس هيدي اللعبه او هيدي الرياضه؟ اكيد بشجع الكل يمارس الرياضه مثل ما قلت، لانه كل واحد في جيب طاوله على البيت وهي لعبه شعبيه، يعني العالم بتنبسط هي وعم تلعب. صحيح. تيبل تنس. نعم، التكنيك صعبين، يعني اليوم مثلا منشوف انه مثل البادمنتون اوقات اوكي انه راكيت وفيولون، بس بمطرح معين بيكون في عندها تكنيك، هل البينبون كمان نفس الشيء؟ نعم، هي لازم الواحد يبلش من هو صغير لانه بيلقط بسرعه. التكنيك الواحد ببلش دائما برات الطاوله برأس الطابه هيك كرمال يحس الطابة والراكات مع بعض سوا، وبعدين منبلش لهم على الطاولة، يعني هي steps ليقدر واحد يوصل ليلعب بطولات. من خلال يعني فعلا مهاراتك اللي هلا يعني عم نسمعها من خلالك، كمان عرفنا انه حضرتك بتدربي كره الطاوله، خبرينا اكثر كيف ممكن تحببي اذا مثلا في عندك اولاد صغار اول ما مبلشين، كيف يعني الى جانب دراستك عم تقدري تعطي حب او الشغف يلي عندك للناس الاخرين؟ نعم، هلا انا من بعد ما تخرجت بالهندسه المعماريه كملت الماستر باداره الاعمال، واجاني كمان فرصه انه اعلم تيبل تنس كره الطاوله بالجامعه الانطونيه ببعبده بالسبورتس فاكولتي بالفاكولتي دي سبور. اكتشفت انه حبي وشغفي لعلم التلاميذ اللي عم يعملوا سبور لانقل لهم خبرتي، لانه بلبنان يعني العالم مش كتير كتكنيك بيعرفوا بهيدا اللعبة. صحيح. فعم بنقلهم لجيل جديد هيدا الشيء، وهيدا الشيء كمان بيساعد لتطور اللعبة بلبنان من وراء الاكسبرينس اللي عم بعطيهم اياها بالجامعة. ان شاء الله اكيد ضلك بهيدي الهمه مثل ما بيقولوا. اليوم حكيتي هلا من شوي انه بلبنان يمكن العالم بعد ما عندها تطلعات على تكنيك البينبون بمطرح معين، برايك شو هو واقع طاوله الكره بلبنان بشكل عام، وكيف بتحسي بمطرح معين الدوله او المسؤولين او النوادي بيتعاطوا مع هيدي اللعبه؟ نعم، هلأ هي اللعبة طورت بسرعة لأنه مثل ما قلت أنه هي لعبة شعبية فيها تنلعب بالبيوت بالنوادي وبالمدارس. الفضل أكيد لاتحاد لبنان لكرة الطاولة وكمان لمديرية الشباب والرياضة يلي هن دايماً بينظموا خلال كل السنة عدة بطولات، وكمان بيوفروا للعيبة مشاركات عالمية وأجنبية كمان يلي بتخلي تطور باللعبة. بس كمان بدنا نقول انه المستوى بلبنان نسبيا ضعيف من وراء الامكانيات الضعيفة المادية والبشرية، يعني از كوتشز از مدربين حكام إدارية بعدنا قليل. نعم للأسف، خاصة أنه اليوم الرياضة هي جزء أساسي لازم تكون من حياتنا اليومية، لأنه هي مش بس يمكن بتساعدنا بمطرح معين على البنية الجسدية وإنما أيضا على البنية النفسية والصحة النفسية بمطرح معين، يعني بتكون إسكيب لإلنا. اليوم ميساء قديش مهم أنه الواحد يعني بالرغم من أنه بيكون متمكن، يعني اليوم أنت صرت بطلة متمكنة من هيدي اللعبة، قدي أهمية أنك تضلك عم تتمرني وتثابري على هذا الموضوع؟ نعم، هلا مثل ما قلت انه انا ما تركت دراستي، يعني دراستي كانت هي النمبر 1 وعلى الى جانب كانت كره الطاوله، فالواحد لازم ينسق بين الاثنين كرمال يقدر يوصل، يعني ما فيه يهمل ما فيه ما يتمرن وبس يركز على الدرس، يعني الواحد بده ينظم وقته لانه التمرين اكيد اساسي اذا الواحد بده يضل يسابر يفوت بطولات ويطلع نتائج، يعني مثل ما بنعرف انه الواحد ما في يوصل بلا ما يتمرن ويسابر. اكيد، ونحن كمان بنتمنى لك ايضا ومجددا كل الخير. ميساء يعني دائما عندي سؤال هيك
بحب أطرح، وخاصة لما بيكون في أمامنا صبية بمطرح معين تخطط بمطرح معين، وبس الرياضة هي للشباب. اليوم حضرتك امرأة، شو شعورك أنه أنت امرأة قادرة تكوني بكل كيانك، وإنما أيضا يكون في عندك إلى جانبة أنه نحن نقدر بالعكس فينا نكون عم نمارس هيدي الرياضة أو أي نوع رياضة تاني؟ أكيد مزبوط. هلأ مثل ما قلت لكم ديجا أنه أنا القليل اللي بيعلموا سبور، حتى بالجامعة أنا بين القليل البنات اللي بيعلموا سبور، فكون أنا قدوة لتلاميذي البنات اللي كمان بيكونوا بالصف اللي هن كمان بيكونوا أقلية، فبفرجيهم أنه لا، البنت فيها توصل بمجال السبور. مثل ما هلا رح احكي شوي عن الايفنت اللي رح ينعمل بالورد تيبل تنس داي، اللي هو رح يكون مختص عن نسلط دور المراه بالسبور اكثر ونهتم فيها. فانا هاي رسالتي يعني اللي انا هلا ماشيه فيها، انه دور المراه بلبنان والدول العربيه يكون اكثر موجود بالسبور، كلاعيبه كإدارية وكمان كوتشز. فعلاً قديش حلو نسمع هيدا الحكي، إنه المرأة هي قادرة تكون عم تلحق على كل الأشياء بنفس الوقت وبمطرح معين. أيضاً الرياضة، يعني اليوم رسالتك كانت واضحة إنه مش غلط المرأة اليوم تكون عم بتمارس تمارين رياضية يومية، أو حتى يكون في عندها هواية معينة. وذكرتي إنه رح يكون إن الله راد هيدا الإيفنت بستة نيسان. نعم الله راد، أكيد بنقول تفضلي. هذا الإيفنت هو مثل ما قلت بيسلط الضوء على المرأة بالسبور، والاهتمام أكثر لنعطيها مراكز عالية، لأنه مثل ما بنشوف أنه المرأة ما عندها كتير مراكز عالية بكل الاتحادات بكل السبور، وبدنا نعطيها أهمية أكثر. هدفي انه على دور المراه المهمش، خاصه مثل ما قلت بلبنان بالدول العربيه وبالشرق الاوسط. أكيد إن شاء الله، ويعطيكي ألف عافية. ونحن منشوف حالنا فيكي، منشوف حالنا بنساء مثلك فعلا عم يجتهدوا ليرفعوا اسم لبنان بالعالي، وليخلونا نشوف فعلا الصورة الحقيقية عن المرأة اللبنانية والمرأة العربية. شكرا لإلك ميساء بصيبس، مهندسة معمارية وأيضا بطلة لبنان سابقا بكرة الطاولة. إن شاء الله كل التوفيق لإلك، وأكيد منتمنى نرجع نربحك معنا بالاستوديو على امل هيك بس ترتاح شوي الظروف. ميرسي كثير، ميرسي كثير لانه سمحتوا لي وصل رسالتي من خلالكم. هيدا واجبنا، ودائما تلفزيون لبنان حاضر لهيدي المبادره ولكل المبادرات. ثانك يو لك. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لكم، خلوكم معنا. دينا لنتابع أحلى صباح وصبحيتنا. مع زيادة الضغوطات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والصحية بلبنان، وأكيد مع تفشي وباء كورونا أكثر وأكثر بوطننا، أطلقت مؤسسة عامل الدولية 3 مراكز للرعاية الصحية والاجتماعية ب3 مناطق بلبنان، بالأشرفية ببرج حمود وبعين الرماني. وكلنا كنا عم نشوف أهمية دور المجتمع المدني بالفترة الأخيرة، اللي فعلا عم بيلبي حاجات الناس وعم بيوقف على خطرهم وعم بيساعدهم بهالمرحلة الصعبة، وكتير من الأوقات عم بيحل مكان الجهات الرسمية. بهالقسم بيصيرنا استقبل عبر سكايب دكتور كامل مهنا، رئيس مؤسسة عامل الدولية، واللي له أيضا مسيرة طويلة من العطاء والعمل المدني بلبنان. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني بدي رحب فيك بأحلى صباح. ياريت بداية هيك، أكيد مؤسسة عامل معروفة كتير، إنما للمشاهدين اللي ما بيعرفوا مؤسسة عامل الدولية، ياريت تعرفنا شوي عن المؤسسة، شو هي مؤسسة عامل الدولية وشو أبرز أهدافها؟ مؤسسة عامل هي جمعية مدنية غير طائفية، تأسست عام 1979 بعد الغزو الإسرائيلي الأول لجنوب لبنان، ولكن الانطلاقة الفعلية كانت عام 82 بالحصار الإسرائيلي لبيروت الغربية والضاحية الجنوبية. عامل بسرعة عملت 3 مستشفيات ميدانية، صار عنده 27 مركز، 30 سيارة إسعاف، بعثت 1200 جريح للعلاج برا بأوروبا وبالكويت، وهلأ عامل عنده 26 مركز، عنده 6 عيادات نقالة، عنده باصين جوالين على مخيمات النازحين،
عنده سيارة أطفال الشوارع وعنده فيها 1000 متفرغ، عامل شعار الأساسي كيف نعمل على تعزيز إنسانية الإنسان بمعزل عن خياراته السياسية أو الدينية أو الجغرافية، إن أي منا لم يخطر دينه أو اسمه أو جنسيته، هذه أمور قد ورثناها، ما يمكن أن نقوم به معا هو التحدي الحقيقي. وعامل حتى جغرافيا مراكزها، مثلا منطقة مرعيون حاصبية اللي هي لبنان الصغير اللي أنا من الخيام، يعني بالمنطقة اللي أنا خليت فيها، أن هناك 5 مراكز، مركز كفرشوبة عند أهلنا السنة والفرديس أهلنا دروز ومرجعون أهل المسيحية، إبلساء مسيحية ودروز دخيان شيعة مسيحية، علية الحرب العين الروماني والشيح عندنا مركز بعين الروماني وعندنا مركز بالشيح، علية السنة والشيعة مع بعض بعرسيل عندنا 60 متفرغ من أول من تأسيس عامل من لما تأسست، إجي داعش بتحرق المركز، الناس حموه، وهيدا درس لكل الناس لما تشتغل بدون تمييز الناس تحميك. نعم. بكام دلوقت عندنا 50 متفرغ وعيادة نقالي وباص جوال، وهلأ مثل ما ذكرت حضرتك في عنا هلأ فتحنا مركز جديد صحي بعين الروماني، وفي مركز هلأ عم نجهزه بكبير بكرم الزيتون، وهلأ عم نشتغل كمان ببرش حمود مع أهلنا المنطقة الأرمنية، وب يعني نفتح كمان في نشاط اوريدي بلش بس كمان نفتح هناك مركز. نعم يعني دكتور كامل مثل ما كنا عم نقول اطلقتوا 3 مراكز بهيدي المناطق اللي ذكرناها، ليه اخترتوا هالمناطق بالتحديد وشو رح يقدموا هالمراكز خدمات للمواطنين؟ هيدي تعرف يعني انفجار بيروت ب4 اب كان كافي كبيري، واجا بعد ازمه اقتصاديه معيشيه فاقمه، واجا بعد يعني تفشي مرض كورونا، وهذا الانفجار اللي هو يعني اجى بتقول ثلث الاثافي، يعني كمل على مع 300 شهيد و7000 جريح و300 الف واحد بدون سكن والتدمير اللي حصل الكبير، ففي تراكم يعني. بل ونحن كنا ملتزمين بالانسان وبالمواطن، ومثل ما ذكرت يعني نحن ما حدا لاختار اسمه ولا دينه ولا عائلته ولا منطقته، هاي امور ورثناها، عم نحاول نجسد تجربة عامل اللي صارت دولية، اللي هي أول مرة جمعية من الشرق بتراعى الغرب بخياراتها وبقيامها بمنطقة عنا هلأ بفرنسا وبسويسرا وبأمريكا وبلجيكا وبأفريقيا، هلأ عم نفتح أول مرة هاي بيصير جمعية بتروح من الشرق على الغرب بقيامها الالتزام بقضايا الشعوب العادلة ورأس أرضية فلسطين ضد ازدواجية المعايير، ويكون في مش بس حكي بالفنادق عن الديمقراطية، بيكون في عمل مع بالمناطق الشعبية مع الناس تحت شعار التضامن وليس الشفقة، ليس اليد لتأتي من فوق والتنمية وثقافة الحقوق. هلأ عامل عم تطور كتير شغلة بأغلب المناطق يعني، بس هاي المناطق أصيبت يعني بعد الانفجار، فمن واجبنا نكون مع أهلنا بالمناطق اللي ضررت أكثر. والحقيقة عامل عندنا برنامج كتير كبير بدأ دغري بعد 4 آب بكل المجالات، بالمجال الصحي بالصحة النفسية بالمجال التربوي وأيضا بتوزيع المساعدات الغذائية وكل ما يتعلق يعني بحاجات الإنسان الضرورية. دكتور مهنا يعني اليوم أنتوا عم تنزلوا على الأرض، شو فعلا الواقع المعيشة يمكن اللي نحنا ما منشوفه، يمكن نحنا منشوف العالم يمكن عايشة بعدها مشي حالة، بس أنتوا بتنزلوا على الأرض بتشوفوا فعلا قدي الواقع صعب صحيا اقتصاديا ومعيشيا، خبرنا شوي شو هي المشاهد اللي عم بتشوفوها بس تنزلوا على الأرض. شوف قبل الأزمة كان بلبنان في عنا حوالي ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر، فيهن 7% بحالة فقر مدقع. بعد يعني الأزمة المعيشية وبعدين كورونا وبعد الانفجار صار عنا، وإذا يعني إحصاءات قالتها البنك الدولي، 55% تحت خط الفقر، فيهن 22% بحالة فقر مدقع. وعلى الصعيد الصحي يعني لبنان ما في شك مبدئيا القطاع الخاص الصحي قوي فيه كتير، هلأ صار في خطوة لتطوير القطاع العام في مجال الصحة، ولكن كمان منظمات المجتمع المدني كتير قوية بهالمجال. مثلا بعطي بس مثال، بلبنان في 860 مستوصف ومركز صحي، 760 تابعين للقطاع المدني و100 للقطاع العام، وهذا بدلل قديش حجم مؤسسات الإنسانية بلبنان. بس للأسف بقول لك يعني، وأنا صار مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية 50 سنة بشتغل بالعمل الإنساني للإنسان، للإنسان ولا مرة لا لفئة ولا لمنطقة ولا
جهة معينة للإنسان، لازم نتعلم الخلق كلهم عيال الله، ربنا الخلق الخلق، وقال الحمد لله رب العالمين ما سمى ولا. ففي إساءة للأسف بني لك، يعني بخجل أقول الكلام لكرامة الإنسان. نعم دكتور مهنا، يعني مثل ما كنت عم بتقول 55% هيدا رقم نحفظه من الشعب اللبناني صار ضمن الطبقة الفقيرة، وهيدا يمكن الطبقة الوسطى اللي عم تتآكل واللي عم نخسرها بلبنان بسبب تراكم الأزمات. هل عم نشعر اليوم حقيقة انه دور المجتمع المدني خف شوي مقارنة مع بداية أزمة كورونا ضعف؟ دكتور مهنا، يعني كنا عم بسألك إذا في حسيت إنه تقلص دور المجتمع المدني بعد أزمة كورونا، ما بقى بيقدر يلبي يمكن حاجات المواطنين مثل ما لازم. لا ما بعتقد، لا بس شوف الحاجات كتير كبيرة، الحاجات كتير كبيرة. شوف يعني ما بدي أروي يعني شو عم يصير يوميا معي أنا، يعني جل عندي شخص مثلا امبارح بتفكروا أستاذ جامعة أو مهندس أو محامي ما بعرفه، وعم يحكي معي بالإنجليزي بيقول لي بقدر تساعدني بروح عند خي مع معي أجرة السيارة. شو بدك إساءة أكثر من هيك لكرامة الناس؟ بس تسمح لي أروي هالرواية، بس لما إجا الرئيس ماكرون على لبنان آخر مرة وعمل لقاء مع المنظمات الأمم المتحدة وسفراء الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الإنسانية اللي كان منها مؤسسة عامل، اسمح لي بس قلك شو قلت له أنا، وهذا بيعبر يمكن عن مشاعر كل لبناني. قلت له اللبنانية مع الفلسطينيين يمكن السوريين عمروا الخليج وعمروا جزء من أفريقيا وعمروا جزء أمريكا اللاتينية. اللبناني كانوا بأوروبا أو بأمريكا أو بأي مكان هو دائما في المقدم ومميز. اللبنانية من 2011 قدموا أحسن نموذج تضامني مع أهلنا السوريين، هن كانوا سلفونا 2006 استقبلوا 260,000، عندنا 1.5 مليون نازح بيساووا 170 مليون بالاتحاد الاوروبي، وكان مسيو لادريان موجود وزير الخارجيه قلت له مش هيك مش هيك ما قلتلكش الكلام انا لما كنت انت مسيو هولاند هون بلبنان اللي سكرتوا حدودكم. الشغله الثالثه قلت له يا مسيو ماكرون لما جيت انت بست اياب شفت كيف الجيل الجديد نعم يعني اكيد رساله مهمه تضامن اللبنانيين في عملتهم. خليني بس اسمح لك في له الكلمه بس قلت له ها في عندنا ناس 300,000 هودي بدون نعم المسكن ما شفناهم هاو المدارس تجمعوا اما او لقاء او بيوتهم وبحاجه صارت بيوتهم. هذا ضامن انا اخجل انا كلبناني بخجل اللي عندنا الطاقات البشريه القويه انه نطلب مساعدات او نطلب يعطينا دواء. شوف الحاله اللي وصلنا لها الحقيقه شوف لك يعني الواحد صار حتى كلام ما عاد حاب يحكي للاسف، يعني حتى الكلام بطل له يعني ترجمه للواقع اللي عم نعيشه. صحيح. عيب لازم نخجل كلنا بالواقع اللي احنا وصلنا له. نحن هذا البلد اللي هو كله مره كان مثل امين العالم المتحده خلص روس مونتن خلص مهمته هون بلبنان قعد 4 سنين، قلت له شو رايك يا مروس بلبنان؟ قال لي انتم بلد الطاقات البشريه بامتياز، لقد نجحتم بالعمل كافراد ولم توفقوا بالعمل كجماعه. للاسف نحن هذا البلد كله طاقات وكله عقول نوصل لهالمرحله نحن فيها، ومنشان هيك عامل رفعت شعار التفكير الايجابي والتفاؤل المستمر. نعم كيف دكتور نحن دكتور كامل. نعم نعم، يعني وكان وصفك الوزير السابق جورج كرم بأنك أيقونة بلبنان ورمز للتفاني والعمل المدني والتعاطف مع الفئات المهمشة، ودائما بتركز أنت على التفكير الإيجابي. هل بعد عندك فعلا إيمان بهذا الوطن؟ هل هيدا فعلا الوطن اللي بتحب تربي فيه أولادك وأحفادك؟ ونعرف اسم الله يعني عندك عائلة كبيرة الله يخلي لك إياها. لا ما في شك، شوف ليك ما هيدي بيقولوا ما أضيق العيش ولا فسحات الأمل، ما فيش دائما لازم. وعندما هلا عم بكتب كتاب ان شاء الله قريبا يعني بس خلصوا حيكون اسمه ان اردنا، ان اردنا، ومعطي مثل في تجربه عامل وكمان تجربه المقاومه. لما بدك عندما نريد نستطيع، ما في. او شوف اللي صار الحراك 17 تشرين ونزل فيه خاصه البنات صب نعم ضايع في عافي بدهم كلهم في رأي عام بلبنان، هذا شيء إيجابي.
بس كمان التغيير ما بيصير بسرعة. أنا هم بنصح الجميع، أنا هلأ كتبت كتاب مؤخرا عن التنمية بلبنان والعولمة المستبدة تنمية ومقترح فيه مشروع للحل بلبنان، الإصلاح، مقترح الإصلاح على مراحل. هيدا البلد النظام كتير فيه قوي، بدك أول شيء تقدم تجارب. لو في 1000 جمعية مثل عامل، يعني في 100,000 مدني غير طائفي، مليون مدني غير طائفي، كان صار في تغيير سياسي، تغيير سياسي عبر التغيير الاجتماعي. بس للأسف نحن عنا بيصير مثل بيقول الله يشفي صديقنا الرئيس الحص، اللبناني بيفكر بشيء وبيقول شيء تاني وبيعمل شيء تاني. لازم، مشان هيك رفعنا شعار نحن بعامل الثلاث نماد، مبدأ، موقف، ممارسة، نفكر، نقول ونعمل. لازم يكون في توازن بين القول والفعل. أنا متفائل كتير بجيل جديد وخاصة بالصبايا، وإن شاء الله المستقبل برغم هذه إن شاء الله. يعني نعرف المتطوعين كتار وهمة الشباب قوية. دكتور مهنا، يعني بمؤسسة عمل أنتم ما بتفرقوا بين شرائح المجتمع، وكان عندكم وقفة مميزة مع اللاجئين السوريين من بداية الأزمة السورية. هل اليوم خف اهتمامكم بمخيمات اللاجئين من بعد، يعني هل صارت أولوية اليوم الشعب اللبناني من بعد الأزمة اللي عم نمر فيها نحن كلبنانيين، ولا بعد قادرين تهتموا أيضا باللاجئين بهيدا الفترة؟ لا أبدا، زاد الشغل كتير بعامل بصراحة. يعني ضفنا 200 واحد جديد، كان عامل فيها 800 متفرغ، هلا صار فيها 1000. كتير شغلة عم يزيد كل يوم، عم يزيد. نحن لازم كلنا جنبنا أهلنا، هذا الوقت اللي نحن لازم نشتغل فيه، ونحن بنأمن بالعمل الجماعي. أنا من أول نهار صار في طور، أنا مسؤول تجمع الهيئات الأهلية اللي بيضم كبريات الجمعيات بلبنان. أول شيء عملنا خطة على صعيد عامل، بعدين عملنا خطة على صعيد المنظمات الإنسانية الكبيرة بالبلد، التقينا بوزير الصحة وبالشؤون الاجتماعية، ووضعنا خطة على الصعيد الوطني. بس للأسف يعني بقول لك بصراحة، الاعتبارات الفئوية كتير صار قوية بالبلد، يعني ما في شغل على المستوى الوطني كلنا مع بعض. لازم كل الطاقات تتجمع، لازم كلنا نعمل مع بعض، والحكومة هي لازم يعني بكل بلد لازم يكون في حكومة. ونحن شعارنا منظمات إنسانية عم نقدم نماذج، بس الحكومة هي المسؤولة عن الشعب. بس لازم تقوم بدورة تجاه الشعب بكل المجالات الصحية والاجتماعية والصحية أكيد. دكتور كامل، يعني اليوم حضرتك كله لازم تقوم هذا الدور، للأسف على صعيد في تقصير كبير. حضرتك طبيب، يعني اليوم كيف بتقيم الوضع الصحي من ناحية تفشي وباء كورونا بمخيمات اللاجئين السوريين؟ هل في فعلا وقاية، في اهتمام، ولا في فلتين فينا نقول بهيدي الأماكن؟ والله شوف، لا ربنا بيلطف، يعني لأنه الواحد هاي الأماكن اللي فيها كثافة سكانية رهيبة، عندنا 1.5 مليون نازح سوري وموجودين. نعم، بظروف سكانية كتير صعبة، إني من 98% منهم تحت خط الفقر. يعني ترى يعني المهد العلمي توقع يكون كتير فيه إشعار، لا ما في هالقلق يعني على هذا الصعيد. يعني ما عم نلاحظ إنه في شيء غير عادي بالنسبة لكورونا، وحتى يعني شيء مشابه بالمخيمات الفلسطينية برغم الاكتظاظ السكاني. وهذه كمان من المخاطر اللي كنا نحن نحكي عنها، بس مش معناته أنه الأمور صارت محلولة، لا، نحن بعد يعني في عنا مخاطر آدمين، كان على الصعيد اللبناني أو السوري أو الفلسطيني. وهون يعني هذه الخطوات اللي هلأ اتخذت من أجل مجلس الدفاع الأعلى للإقفال لمدة 11 يوم هلأ، هذا بيبين أنه لما بدنا ناخذ قرارات فينا ناخذ قرارات، وهيدي لازم. وفي القوى الأمنية بتقدر ما يحط الحق على المواطن. صحيح وعلي مسؤولية، بس في لما في حكومة، هي الحكومة اللي بتقدر، لو مش بيعاقبوا الناس وبيحطوها بالسجن اللي بتخالف وشو اسمه، والبلديات بتشارك وبتقوم بالدور اللي هو ما عم تقوم فيه، بس ممكن أكتر. بنقدر نحن نواجه هالشي مثل ما واجهتها أماكن أخرى، ما عندنا قدرة. القصة هي كيف نحن ننظم. للأسف يعني أنا بقول يعني مشغولين بالأمور الذاتية أكثر من مشغولين بأمور المواطن وبأمور الإنسان. نحن من حقنا نعيش اللبنانية بحياة لائقة وكريمة، والأهل الموجودين عندنا غير اللبنانيين، بس الشيء اللي عم ينعمل أبدا منه بمستوى الممكن ينعمل. ونحن عم نقدم نموذج كمؤسسات إنسانية كيف بيقدر الواحد بطاقات بسيطة يقدم حلول. إن كان يعني مثلا بلبنان في شبكة الرعاية الصحية الأولية،
تم وزارة الصحة، والآن المقترح هذا المشروع كنت من 30 سنة بصفتي مسؤول عن جمعيات الأهلية بلبنان، أحسن مركز اختارته وزارة الصحة بالرعاية الصحية الأولية مركز عامل بالبزورية، وأحسن مديرة مديرة مركز عامل بالبزورية، أحسن مركز بجنوب وزارة الصحة مختاره مركز عامل بالخيام. عم نقدم نحن انموذج بدكم إصلاح، طب نحن هذا مستعدين تحت بإشراف الحكومة، ولكن عم نقدم نماذج كيف ممكن يكون في الإصلاح الحقيقي، الاهتمام بالناس تحت شعار التضامن وليس الشفقة، ثم الانتقال للتنمية وثقافة حقوق، حق الناس تعيش بكرامتها. وخارطة الطريق نحن الواضعين بعامل إني خمس نقاط. أول شعار بنقوله لا ديمقراطية بدون تنمية، العمل الإنساني ما بيشتغل مع الفئات الشعبية ليس بالعمل الإنساني. نقطة تانية، أي عمل إنساني ما بيلتزم بالقضايا الشعوب العادلة ورأس قضية فلسطين ليس بالعمل الإنساني. نقطة الثالثة، نحن ضد ازدواجية المعايير، لما بينجرح واحد بأوروبا بتقوم الدنيا ما بتقعد، بيموت مئات يوميا عنا بليبيا وبالعراق وفلسطين وبسوريا وباليمن، حياتنا ما إلها ولا قيمة. النقطة الرابعة، نحن مع توزيع عادل للثروات وطنيا وكونيا. شوف بلبنان 0.3 8000 شخص ملك نص البلد، وكونيا 20% ملك 80%. وآخر نقطة، نحن مع دولة العدالة الاجتماعية، يجب أن يكون القطاع العام مشرفا على القطاع الخاص اللي بفتش على الربح، ونحن المؤسسات الإنسانية من شكل قوة ضاغطة من أجل تصويب السياسات لما فيه مصلحة الفئات الشعبية والمهمشة. نعم، يعني أكيد نموذج عم بتقدموه يحتذى فيه دكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية. أنا بدي أشكرك على هالمداخلة وعلى كل المجهود اللي عم تبذلوه إن كان كمؤسسة أو حضرتك على المستوى الشخصي. فعلا لولا المبادرات الفردية، هالمبادرات الإنسانية، لولا دور المجتمع المدني وهمة اللبنانيين مثل حضرتك، أكيد كان الوضع بيكون بعد أسوأ مما هو عليه اليوم. مشاهدينا هلأ رح ناخد فاصل وبعده منتبع. أحلى صباح. مشاهدينا منتابع لقائنا وحلقتنا معكم لليلة عبر شاشة تلفزيون لبنان ضمن برنامج أحلى صباح. فعلا يعني هلأ مع تزايد الحالات الحرجة بكورونا، دايما السؤال يلي منطرحه أمراض الرئة، قديش بمطرح معين بتأثر على الرئة، على الجهاز التنفسي، شو هي الأسباب يلي ممكن تخلي عنا مرض مزمن له علاقة بالرواية أو حتى بالجهاز التنفسي. أكيد كل هالأسئلة، كل هالتطلعات يلي احنا دايما بنسأل حالنا إياها يوميا، خاصة بالمخاوف العديدة يلي عم نواجهها، بصرنا نكون أو بصرنا نستضيف معنا بالاستوديو مباشرة دكتور باسم جمعة، حضرتك اختصاصي أمراض الرئة. أهلا وسهلا فيك. الله صباح الخير إلي كل المشاهدين. يعطيك العافية دكتور. يعني نعرف هلأ بزمن كورونا أكثر شيء صرنا عم نفهم أكثر عن أمراض الرئة، لأنه بنعرف أنه كمان هذا الفيروس مش بس بيصيب جهاز المناعة وإنما أيضا جهاز الرئة أو الجهاز التنفسي. خبرنا أكثر هيك بطريقة عامة أول شيء عن أمراض الرئة والجهاز التنفسي، تنرجع ننتقل على كورونا. مما لا شك فيه انه الفيروس الكورونا المستجد هو فيروس ينتقل عن طريق التنفس. بما انه هو ينتقل عن طريق التنفس، فاول منطقه بده يصيبها هي الجهاز التنفسي. نعم. والجهاز التنفسي هو هو جهاز يمتد من الانف وينتهي بالرويه بالاسناخ الرئويه، وهيدي المنطقه كلها تتعرض يوميا ودائما لوجود ميكروبات معينة، بيقوم الجهاز التنفسي أو الجهاز المناعي داخل الجهاز التنفسي بمحاربة هيدي الجراثيم. بما أنه الكوفيد 19 هو فيروس جديد، فالجهاز التنفسي أو جهازنا المناعي بعد ما تعرف عليه صحيح بشكل دائم. نعم. وانتشار الكوفيد 19 هو عن طريق الرذاذ أو طريق التنفس. فعندما يدخل هذا الفيروس إلى الجهاز التنفسي عن طريق الأنف، أكثر شيء يستوطن المناطق التنفسية، بس يستوطنها الفيروس بشكل كتير مختصر. هو إذا لحاله غير حي، كائن غير حي، بده الخلية ليقعد فيها ليأخذ منها ويفجرها وبينقل على الخلايا الثانية. نعم. أفضل مطرح لحديت هلأ بلاقيه هو جهاز التنفسي. نعم. وخصوصا
بخلايا معينة من الجهاز التنفسي. وعم نشوف هيدا الموضوع يعني أوقات في مصابين عم ينصابوا بكورونا ما بيكون في عندهم أمراض مزمنة مثل الربو أو الآزم أو غيرها من الأمراض يلي هي أمراض تنفسية، وإنما منحس أنه دغري تعبوا دغري صار فيه هيك مثل ما بيقولوا صبة بمطرح معين وضيق بالتنفس، شو السبب يعني؟ أي بغض النظر عن وجود الفيروس الكورونا، أي إصابة بالفيروس بتعتمد على التالي: أول شيء كمية الفيروس اللي عم يتقبله الشخص، اثنين جهازه المناعي وقدرته، ثلاثة قديش دخل عليه يعني قديش دخل بالفيروس. لذلك إذا كان الشخص عنده المناعة خفيفة إيه صحيح بيصير عنده الإصابة حادة قوية وبيصير عنده المضاعفات أسرع من أي واحد، لأنه جسم ما قدر عمل ديفنس صحيح، أو جسمه مش متحضر بهاي المرحلة أنه يكون يدافع. في بعض الناس لا، جهاز المناعي كتير قوي بس ياخد يجي الفيروس بيقاتله بشكل كتير كبير. كمية الفيروسات اللي بتكون اللي دخلت جسمنا هي إلا كتير تأثير، يعني مش مين ما كان حكي كلمتين معي أني دغري انعديت، لا بدي كمية فيروسات معينة لحتى بلش العدوى عندي. هاي دي اللي بتلعب صحيح. مشان هيك يمكن بمطرح معين بيقولوا انه اللي مش مبين عليه العوارض ما بيعدي، مش يعني هالقد تناقل العدوى، هل صحيح او مجرد وجود الفيروس عند الشخص؟ وعم نشوف هلا صور عن الرواية كمان. مجرد وجود الفيروس عند الشخص هو صار معدي. نعم. إيه بيتنفسوا عند السعال عند العطس بده دكتور بس بالإذن منك يعني فيك تفسر لنا أكثر عن هدول الصور يلي عم نشوفها؟ هيدي الإصابات الرئوية اللي نحن منشوفها. نحن الفيروس هو بيعمل نوع من تلف للخلايا. نعم. هيد تلف الخلايا في مراحل بيرجع فيها بترجع بتعيش الخلية، في مراحل ما بيرجع يعيش فيها ترجع فيها الخلية. نحن كإنسان عادي بيستعمل 5% من الرئتين. أوكي. لذلك نحن منقول أنه إذا واحد عنده أمراض مزمنة بتكون حالة إصابته بالفيروس أصعب. ليش؟ لأنه بالأمراض المزمنة أصلاً في وجود للتلف بالرواية. نعم. ومنزيد التلف فبيصير عندنا نحن مشاكل رئوية أكثر من شخص. نعم. سليم. ولكن ملاحظة، في حال المريض التابع من لحظة الإصابة يعني عند ما بيقول أنا بلشت أشعر بهيد العوارض لا يعني التدخل المبكر. أيوة التدخل المبكر للشخص المصاب بمتابعة المريض بيلعب كتير كتير دور بالشفاء. نعم. كان بدي أسألك عن هذا الموضوع، يعني اليوم حضرتك دكتور وأكيد عم بتقابل يوميا مصابين ومرضى الكوفيد أو الكورونا، اليوم كيف بتتم؟ هل صعب معالجة الأشخاص؟ كيف بتفرق معالجتهم خاصة بما يخص الجهاز التنفسي ورئتين؟ خليني بس وضح شغلي. نحن عنا بكل العلاجات الفيروسية عنا ثلاث علاجات، يا أنه دواء مضاد لهذا الفيروس. نعم. اللي هو بعدنا ما لقيناه للكوفيد، أو عن طريق اللقاح مباشر نعمل له مناعة سلبية لبعدين، أو عن طريق البلازما. هلأ نحن نعتمد بالعلاجات اللي نحن موجودة نعطي وقاية هاي بالدرجة الأولى وتحفيز لجهاز المناعي، بالإضافة لمنع إصابات أخرى تصيب الجهاز، يعني إصابات جرثومية أخرى عدا الكوفيد. وهيدي بهيدي المراحل نحن بدنا نتابع المريض step by step، يعني شوي شوي كرمال نمنع أي شيء يزيد من حالة. نعم. المريض. صحيح. دكتور هل عم بتواجه إذا عندك مريض اليوم، يعني عم نشوف قديش اليوم عبواب المستشفيات عم يوقفوا الناس، ما في أكسجين، التجار بمطرح معين للأسف عم يستغلوا هيدا الموضوع، عم بيزيدوا سعر الأكسجين أو المكانات المختصة للأكسجين، هل عم بيكون في عندك كمان صعوبة بمعالجة المرضى بما يخص هيدا الموضوع؟ هلأ هو بهذا الموضوع هي يعني شوي متشعب. إيه صحيح. هلأ بالمستشفيات الخاصة المريض في شيء بده يدفعه وشي كبير يعني. نعم للأسف. هو بس يوصل على المستشفى ما بعود فيه صعوبة، يعني إذا وصل المريض على المستشفى ما بعود فيه صعوبة. نحن المشكلة بعدم تنظيم
الالتحاق المريض بالمستشفى. يعني بدي ارجع للموضوع، اذا تابع المريض من اول خطوه بيعرف الحكيم الوقت اللي لازم يروح فيه على المستشفى. نعم. مش مين ما كان بيروح على المستشفى واي ساعه كان بيعمل هذا الاقتصاد. نعم. وهذا الاقتصاد نحن عم بيرجع اللي مش منصاب عم ينصاب. يعني اذا واحد مثلا عنده غريب عادي عم بيروح عم ينصاب بالكورونا ويرجع. صحيح. فلذلك بدها تنظيم. في صعوبات ماديه كثير دكتور كمان. ايضا اوقات العوارض بتبين باخر 4 ايام، اوقات بتبين باول 4 ايام، يعني ما عم بيكون في وقت محدد للعوارض، خاصه ضيق التنفس. يعني بنشوف مثلا اشخاص باول 4 ايام مش قادرين يتنفسوا، بعدين بيرتاحوا بتعلى الحراره او العكس، يعني بيصير بالاخر. كيف بتفسر لنا هذا الموضوع؟ الفيروس بشكل عام بس يفوت على جسم الانسان، الجهاز المناعي تبع جسمنا نحن بنقول بيبعثوه على المعمل، بيبعثوا للفيروس لحتى يكون مضادات لهذا الفيروس. بهيدي الفترة وقت ببلش الجسم يشتغل بالمناعة، يعني لتحفيز المناعة لمحاربة الفيروس، بهذا الوقت ببلش الإنسان يشعر بالتعب ويشعر بضيق التنفس. صحيح. يا بيعملهم بأول 4 أيام، يا باليوم 9، يا باليوم 12، حسب قديش يعني الجهاز المناعة قوي، يعني قديش عمل ديفنس، قديش هو قادر يقاوم هيدا المرض. صحيح. اليوم توجيهاتك يعني خاصة الأشخاص يلي بيدخنوا، اليوم منشوف في ناس بتقول أنه إذا الإنسان بيدخن عم بيقدر يبعد عنه أكتر الفيروس، وفي ناس بتقول لا بالعكس، الإصابة إذا شخص مدخن الإصابة بفيروس كورونا عم بتكون دغري أسهل ودغري بتنتقل لإله. كيف بتفسر لنا هذا الموضوع؟ أول شيء نحن كأطباء أمراض صدرية ضد التدخين، هاي منح، ولكن المدخن هو عم يعمل شغلتين. في نحن عنا نوعين من المدخنين، مدخن إيجابي اللي هو اللي بيدخن مباشر، وفي المدخن السلبي اللي بيكون قاعد. صح. جنب المريض. وقت أنا باخد السيجارة وأنفخها عم طيلع شغلتين، المواد الضارة اللي بقلب السيجارة وكل الجراثيم اللي بتمي عم يطلع، فعم بعدي أكتر من غيري من هذا بالتنفس، وما حدا بيدخن داخل الكمامة. صحيح. يعني بده يشيل الكمامة فعم يطلع. ايه صحيح، نحن انا صرت ملاحظ انه اللي المدخنين لا مش اقل ضررا، لا حسب مدة التدخين. اذا كان صار له فترة كبيرة بيدخن عم بيكون الاصابة بالكوفيد لا قاسية. نعم. اذا صار له فترة بسيطة عم بيدخن عادي مثله مثل اي بيشن عم بيكون. صحيح. بعد لهلا على كل دكتور، بعد ما في دراسات محددة حول كورونا، لانه عن جد عم نشوف الانتشار بشكل اعتباطي بشكل عشوائي، وحتى العوارض ايضا عم تختلف، يعني مش في عوارض محددة، يعني الاشخاص اليوم متعددين وفي كتير اعداد من الاشخاص كل واحد عم بيكون في عنده عوارض معينة. كيف بتشرح هذا الموضوع وكيف بتفسر ايضا للناس؟ لك في شغلة بدي أوضحها، من متابعتي للمرضى في شيء مشترك اللي هو الحرارة، الشيء المشترك هو ضيق التنفس، في شيء مشترك هو فقدان حاسة الذوق والتنفس. وعلى فكرة هي كتير شغلة إيجابية حسب دراستي أنا. ليش إيجابية؟ إيجابية لأنه لاحظت أني بمرضاي أنه اللي بيفقد حاسة الشم والذوق شفائه بيكون أسرع بكتير من اللي ما بيفقدها. ليش؟ هاي دير أو أنا بعدتها، يعني بعدتها المركز العلمي، هي ملاحظة. هل يمكن لأنه جهاز التنفس دغري عمل؟ هي ملاحظة، أنا بعتقد أنه يتركز الفيروس بهاي المنطقة. هاي طبعا بدها دراسات بس. نعم. عم اقول لك هاي نحن هل ممكن يكون جهاز التنفس او الرئتين قدروا عملوا بلوك لحالهم تبع الفيروس؟ ما هون بلشت يعني بالانف والفم بلشت الجهاز المناعي يشتغل. عم اقول لك هيدي ملاحظه، يعني يمكن ما تكون. نعم. دقيقه بس، او يمكن الغدد الموجودين ممكن هون، يعني هيدي كله بدنا دراسات فيها، بدها دراسه معمقه، بس عم اقول لك الملاحظات اللي لقيتها عند مرضاي. هاي المشترك. الغير مشترك اللي تفضلتي فيه، ايه صح، في ناس بيصير عندهم مشاكل بالكلى، في ناس بيصير عندهم مشاكل بالجهاز الهضمي، في ناس بيصير عندهم مشاكل بالعيون، في ناس عندهم مشاكل بالفم بالتشققات.
إيه صحيح هو مختلف جدا وهو جديد يعني صحيح. فيروس جديد بعد دراساته قيد الإنشاء جديدة وبدها تتطور يعني مش رح تضل مطرحها إن شاء الله على أمل يعني نقدر نوصل لنتيجة. اليوم حضرتك كدكتور شو إرشاداتك أو شو النصائح اليوم إذا حدا مش قادر يروح عند الحكيم أو مش قادر ياخد يمكن معاينة حكيم أو يدفع أو يلي هو بيبقوا قاعدين بالبيت مش حاسين بكتير عوارض وإنما بيتعب، شو الإرشادات اللي بتوجهها اليوم للمصابين بكورونا؟ أول شيء هي المريض ما في يعمل لحاله، عندنا نحن مشكلة توجيهية خصوصا من يعني طريقة إدارة الأزمة أنا بعتقد كانت ضعيفة. يعني سوري عفوا بدي أطشك في بعض الحكماء دغري بيوصفوا ماكسي زينك رودي بانادول وشربوا كتير ليمون أو كالسيفيتا، هل هي وصفة معممة؟ ليكي هي هاي كارثة، يعني الكارثة مش من الحكمة، الكارثة أنه بيفوت للأسف بيفوت المريض لعند الصيدلة وبيقول له بدي أدوية الكورونا، هي صارت متعارفة، بيقوم الصيدلي بده يبيع حقه، بيقوم بيبيعه بس عنده رسالة الصيدلي رسالة بمطرح معين بدي بيع. بيقوم بيبيع، يعني أنا بقى عندي مريض أخذ 6 علب انتيبيوتيك عم نعالج هلا كبده وكلوي من الاول قالوا الانتيبيوتيك والانتي انفلاماتوار بلا بس يفوت المريض لعند عم بيقول له اعطيني ادويه الكورونا، هو عم بيبيعه، بيجي المريض يعتقد انه هو صحيح ما اخذت ادويه الكورونا انا، نعم. هو ما بيكون صح، لذلك اداره الازمه يعني ما حدا عم بيراقب كيف عم تنباع الادويه، ما حدا عم بيراقب قديش عندنا اخطاء بالبي سي ار وهيدي كارثة، يعني ما حدا عم ينتبه لها قديش أخطاء المختبرات عم تنشر المرض، أنا ببعث بكل دول العالم نسبة الخطأ 20% 30% ماشي بدك 40 كيف يعني الخطأ؟ هلا بقولك الخطأ شو عم بيقولوا نسبة الأخطاء 20 أنا رح زيدهم مني 10-30 ببعث 10 مرضى أنا أول يوم بيطلعوا بوزيتيف، تاني يوم بيعملوا الفحص بيطلعوا نيجاتيف، بس ما حدا بيحاسب العشرة هوديك كيف طلعوا بوزيتيف، على أي أساس عطيتني نتيجة أنا بوزيتيف، ما أنت عطيتني بوزيتيف، أنا قلت له للمريض انحجر، قلت له للمريض ينتبه، قلت له شو يعمل وا 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 بيطلعوا مش منصاب، ما تاني يوم عملوا طلع نيجاتيف، صاير عنا نحن حالات أنه بيقول أنا مرضت ما طلعت البوزيتيف انحجر 14 يوم أنا ما حسيت بعوارض، بس وقت هو خبرنا بالأول شو عم بيحس؟ ما نحن عنا حالة من الرعب، انه انا راسي عم يوجعني عم بدق قلبي بسرعة، يعني عوارض نفسية بتكون. فالدكتور بيعتقد انه مصاب كورونا، بتروح القصة 10 ايام بتلفن انه انا عندي هاي العوارض، لك عمي انت انصابت، بيطلع البي سي ار الاولاني كان غلط وانصاب تاني مرة، لذلك في موضوع لازم حدا يحكي فيه هي هو هاد، يعني امبارح بنسأل هل يصاب مريض الكورونا تاني مرة؟ لا يصاب، لا يمكن انه ينصاب، في دراسات بتقول نعم يصاب حسب الاميون سيستم، يعني هلا بنحكي منيح، وفي ناس انصابت، يعني في ناس بنعرفها عملت اول مرة وبينت العوارض عليها وبعدين رجع كمان بين عليها مرة تانية، اذا بينصاب الانسان تاني مرة طار اللقاح، ما اللقاح عم بعمله انا لجهز له جهاز مناعي لحتى ما ينصاب تاني مرة، كيف بده ينصاب؟ لا بس اللقاح عم بيقوله هو مش لعدم الإصابة بكورونا، هي حتى العوارض ما تطلع هالقد حادة عند الشخص. خليني لكن نحكي شوي عن اللقاح. أكيد اللقاح بشكل عام هو إعطاء المريض، إعطاء الشخص السليم مش المريض السليم جراثيم لتحفيز جهاز المناعة، في حال دخل هاي الجرثومة إكس بيقوم جهاز المناعة بيطلع بقتله بشكل كثير كبير بس بدون ما يتعب ويبين عليه العوارض، ما بيبين محول الاولاد، ما بنطعمهم ضد الحصبة، ما بنطعمهم ضد الشهوق الخلوي الى اخره، ما بيصير معه طول الفتره ما صحيح. بيصير معه بس مش يعني ما بينصاب، لا بينصاب بس المناعه بتنزل، مناعته جاهزه عم تقاتل، يعني اذا بينصاب ثاني مره، اذا هذا المريض انصاب ثاني مره ليش عم بعطيه اللقاح؟ نعم عرفت عم تعرفي، اذا كان اللقاح
إذا كان المريض بينصاب تاني مرة بلا ما أعطيه اللقاح ما بينصاب تاني مرة، بعطيه اليوم اللقاح بعد 10 أيام بينصاب. أنا ما دكتور بس ايه؟ بمطرح معين هو رح ينصاب بكل الأحوال، ولكن بدل ما ترجع العوارض تبين بطريقة إذا كانت أول مرة حادة ونصاب تاني مرة ما تكون أيضا حادة. ماشي ولكن إذا انصاب تاني مرة ما بينصاب ليش؟ مع أن جهاز المناعي جهز. نعم. جهز صحيح. لحتى يقاتل. كان البي سي آر الأولاني اللي قالوا له إنه منصاب كان غلط، هاي بكل بساطتها هالقد يعني. لذلك الذي يصاب بالكورونا ما بينصاب تاني مرة. في دراسة صغيرة، ملاحظة صغيرة لحديت هلأ، ما حدا قالنا اللي انصابوا بالمرس والسارس والسارس عفوا مرس والسارس ما انصابوا بالكورونا، ما هيداك فيروس تاجي وهذا فيروس تاجي. نعم. من هوديك ما انصابوا، إذا من هونيك عامل مناعة ضد هيدا. هلأ ما بقى في يعمل مناعة؟ لا في يعمل مناعة ومناعة كتير قوية، ولكن عدم المراقبة الفعلية لموضوع الفحوصات هاي بدها مراقبة، لأنه أخطاء الفحوصات البي سي آر وقديش عم يجي أخطاء، وفي أمثلة كتير كبيرة. نعم. كتير كبيرة عم تسبب هيدي العجقات على المستشفيات وعم تسبب هيدا الهلع يمكن نوع عند الناس من الانتشار. صحيح. يعني لحتى ما أقول كله صحيح. على أمل يعني كل يلي حكيناه يكونوا المشاهدين أكيد استفادوا، وأيضا المعنيين وصل الصوت حتى لي نقدر نتخطى هيدي الفترة. شكرا لك دكتور باسم جمعة، حضرتك اختصاصي أمراض الرئة، أكيد بصيرنا نرجع نستضيفك مرة تانية لنحكي أكثر عن جهوزية الأشخاص للتصدي أكثر لكورونا، خاصة مما يخص الرئتين وجهاز التنفس. أهلا وسهلا فيك. إذا ممكن أهم شيء بالوقاية هو التباعد والكمامة. نعم. فرجاء طبعاً. التباعد اللي شفناه امبارح بالسوبر ماركت كان للأسف محزن. أتمنى غير السوبر ماركت في كل شهر خلي يشوفوا شو بيصير على الصرافات الآلية. نعم. بس نعم. ينتبهوا هونيك لحتى ما يكون عطول محملين المواطن كل التبعية. لا أكيد في الحق بيوقع على الطرفين دايما. أكيد. شكرا لك وشرفتنا. مشاهدينا بريك قصير ومنرجع لكم. دينا لنتابع أحلى صباح. مثل ما كنا عم نقول ببداية الحلقة، أنا عقد امبارحة جلسة للمجلس الأعلى للدفاع، جلسة استثنائية للنظر بانتشار وباء كورونا بلبنان وكل التطورات اللي عم بتصير على الصعيد الصحي مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات من جهة، والنقص بعدد أسر العناية الفائقة بالمستشفيات من جهة أخرى، وأقر الإقفال التام من 14 ل 25 كانون التاني. لنحكي أكثر عن هالموضوع اللي هو فعلا الشغل الشاغل للبنانيين هلأ وأزمة كلنا عم نتخبط فيها. بستنى رحب بهالقسم بالدكتور ندى ملحم، استاذة وباحثة بعلم الفيروسات والأمراض المعدية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. عم تسمعينا دكتور ندى؟ نعم. صباح الخير وشكرا. نعم. دكتور ندى، حضرتك مديرة قسم المهن الصحية بالإيوبية، رئيسة برنامج علوم المختبرات الطبية، وعضو باللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية بوزارة الصحة. رح فوت معك دغري بصلب الموضوع اليوم، شو واقع انتشار فيروس كورونا بلبنان فعليا؟ يعني نحن بهيدي المرحلة من الوباء ونسجل حالات زادت ما فوق 220,000، عندنا معدل إيجابية اللي هي بنسميه البوزيتيفيتي ريت، وهي معدل الحالات المثبتة بالكوفيد 19 أخذين بعين الاعتبار عدد الاختبارات التشخيصية أو البي سي آر اللي عم نعملها، وصل بمعدلات 16% وبالآونة الأخيرة وصل لمعدلات 25%، وهذا يعني أنه نحن بمرحلة تفشي مجتمعي كبير جدا، وذلك لأنه منظمة الصحة العالمية توصي بأنه 5% يكون عندنا هذه المعدل الإيجابية، ولنستطيع بالوقت اللي بنقدر نقول أنه فينا نخفف من حدة
الإقفال والاسترخاء التدريجي لازم يكون عندنا معدل إيجابية يقل عن 5% وذلك لأسبوعين متتاليين. فنحن بمرحلة خطرة جدا لأنه التفشي واسع وطبعا يشكل عبء على القطاع الصحي بلبنان. دكتور ندى، يعني شفنا عدد الإصابات كان عم بيقل شوي باليومين الأخيرين، كنا بحدود 5000 3500، اليوم تقريبا 3100، بس يمكن البوزيتيفيتي ريت بعد ما قلت، ولا فعلا عم بيقل العدد لأنه كنا يمكن بالويك أند أو بلش يقل مفعول سهرة راس السنة، هيدي الموجة اللي شهدناها، كيف بتفسري يمكن هل يعني تقلص عدد الإصابات اللي شفناه اليوم تقريبا 3095 إصابة بال 24 ساعة الأخيرة؟ نحن عادة مثل ما ذكرتي بالويك أندات الأشخاص يعني ونلاحظ بأنه بصير في عدد اختبارات تشخيصية أقل، ولذلك منشوف أنه الأرقام بتقل شوي، ولكن المعدل الإيجابية مبارح بالذات بالرغم من يعني على عدد الحالات المثبتة كان أقل من الأيام السابقة وصل لـ 25%، فبعدنا بمرحلة خطرة جدا. اليوم بس نقول 5000 إصابة تقريبا بالنهار، يعني شو العدد الفعلي؟ يعني هذا الرقم قدي بدنا نضربه؟ بدنا نضربه بأربعة بخمسة لنعرف فعلا قدي في حالات بلبنان، لأنه أكيد هذا مش العدد الحقيقي للإصابات يوميا بلبنان، أكيد في أكتر. يعني نحن يوميا نطلع على هذه الأعداد، و من الطبيعي انه يكون في عنا اندر ريبورتينج اذا بتحبي او يعني ما يسمى بحالات يلي نحن لا يتصرح عنا، ولانه الاشخاص يعني في كثير اشخاص بنسمع بلبنان انه عم بيعانوا من عوارض الى علاقه بالكورونا، ولكن لا يزالون عم بيفكروا انه هيدا رشح عادي وانه نحن معرضين له، غير اخذين بعين الاعتبار انه عم يحملوا هذا الفيروس وعم ينقلوا للأشخاص الآخرين يلي بشكل خطورة طبعا على الأشخاص الكبار في السن ويلي عندهم أمراض مستعصية أو مسبقة. نعم الأعداد أكثر من هيك إذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالإنسيدنس ريت. صح. اليوم دكتور ندى المستشفيات دقت ناقوس الخطر، عم بتقول ما بقى عندها قدرة للاستيعاب، ما بقى في عدد أسرة كافية لتستقبل حالات حرجة، وفايتين هلأ بمرحلة إقفال. شو النتائج المرجوة اللي فعلا فينا نتأملها إذا بدنا نكون واقعيين؟ يعني شو متوقعين من هيدا الإقفال؟ لوين فينا نوصل؟ يعني القرار بالإقفال العام بالرغم من أنه قرار صعب على جميع الحكومات بجميع دول العالم ومن الدولة اللبنانية، وذلك لأنه قرار الإقفال عليه بيؤدي إلى عواقب اقتصادية مهمة وخاصة ببلد مثل بلدنا نحن ونعاني من ضائقة اقتصادية، ولكن الإقفال يلي هلأ سوف يتم لمدة 10 أيام هو لحتى نخفف من حدة الانتشار ونخفف العبء عن القطاع الصحي. هلأ العشرة أيام الحقيقة نحن كباحثين يعني هي فترة قصيرة، ومن المهم جدا لحتى نشوف نتائج مرجوة مهمة إلى علاقة بتخفيض معدل الانتشار ومعدل الإيجابية، علينا أن يعني نقوم بإقفال لا يقل عن 3 إلى 4 أسابيع. ولكن نتمنى أنه المواطنين اللبنانيين يعني يلتزموا بهذا الإقفال وذلك لتخفيف من حدة الانتشار ولنساعد القطاع الصحي ليقدر يستقبل الأشخاص اللي رح يكونوا بحاجة للعناية. يعني لنشوف كيف رح يكون الالتزام بهيدي الفترة. شو الإجراءات اللي برأيك لازم ناخدها كرمال فعلا نقدر نرجع نحتوي الوباء مثل ما كنا شوي محتويينه ببداية الأزمة؟ يعني الاحتواء بهيدي المرحلة صار صعب لأنه في انتشار مجتمعي كبير، ولكن الالتزام بمعايير الصحة العامة يلي هي جميع الناس صارت تعرفها، التباعد الاجتماعي، الالتزام بوضع الكمامات، عدم إقامة التجمعات حتى التجمعات بالبيت كمان، الالتزام بمعايير النظافة الشخصية والنظافة العامة، تهوئة الأماكن المغلقة ويلي منسكن فيها أو منقعد فيها، هودي هالالتزام هيدا بالإضافة
بالإضافة إلى بمحاذاة يعني الدائم للترصد الوبائي وعزل الحالات والحجر الصحي للحالات الكوفيد 19 أو الحالات الاختلاط، هو رح يؤدي إلى تأثير إيجابي، ويعني أظهر هذه التطبيقات أهميتها بالحد من انتشار وتخفيض من عدد الحالات. دكتور ندى، نحن وين فعلا أخفقنا لوصلنا لهالتفشي المجتمعي؟ هل كانت فعلا يعني السماح بتجمعات ليلة راس السنة، هل كانت هيدي فينا نقول الخطيئة التي لا تغتفر واللي وصلتنا للمرحلة اللي نحن فيها اليوم؟ يعني الحقيقة هذه الخطوة كان لها تأثير عالي جدا. نعم. على عم نشوفه الآن. وإذا نقارن ماذا جرى بجميع دول العالم خلال فترة الأعياد، قد تم إقفال وإلغاء يعني التجمعات وإقفال المطاعم والملاهي الليلية اللي بمعظم الدول لم تفتح حتى، إقفال وغير إقفال، وذلك لأنه نحن نعرف أنه بفترة الأعياد الأشخاص تتخالط، وهي الفترة المناسبة لحتى العائلات والأصحاب أنه يكونوا مع بعض، وهيدي سوف تؤدي إلى عدم تطبيق المعايير الصحية، يعني ما في تباعد اجتماعي، ويعني عم نعمل عكس ما عم نرجو له وعكس الإرشادات اللي عم نعملها، فمما أدى طبعا إلى هذا الإخفاق. يعني المسؤولية للحد من انتشار كوفيد 19 بلبنان وعالميا هي مسؤولية مشتركة. نعم. ولذلك نعم كانت هذه الفترة أدت إلى هذا الوضع الكارثي. على كل حال شفنا يعني العالم عم بيعملوا بي سي آرز بكثرة من بعد راس السنة، مع أنه منذكر دائما أنه لازم واحد ينطر 7 أيام من بعد مخالطة مصاب، بده يكون في فترة حجر بهذه الفترة، والمصاب ممكن يعدي يمكن نهارين قبل ما يبلشوا عنده العوارض. نعم، الحقيقة من المهم جدا، ولذلك منقول عند الاشتباه بأنه نحن تعرضنا لشخص طلع كوفيد 19 إيجابي أو قد يكون يعني عنده بعض العوارض، علينا بحجر نفسنا لمدة لا تقل عن 72 ساعة مع مراقبة الأعراض، ومن ثم نعمل البي سي آر. ونتمنى يعني هيدا اللي بنسميه الإكسبوجر أسسمنت، يعني نحن عم ندقق بمعايير الاختلاط ومعايير التعرض للكوفيد 19 قبل أن نتجه إلى استعمال الاختبارات التشخيصية اللي هي كمان مهمة لحتى نخليها مشان نستعملها للأشخاص اللي بحاجة إنه نستعملهم إياها. دكتور ندى، يعني كونك اليوم استاذة وباحثة بعلم الفيروسات، عم نسمع كتير عن ميوتيشنز أو تغيرات عم بتصير بسلالة فيروس كورونا، إن كان بمناطق مثل بريطانيا، ساوث أفريكا وغيرها من البلدان، إمتى بيصير فعلا هذا الموضوع خطر طالما عم بيقولوا إنه اللقاح قدر يتصدى لهالسلالات الجديدة؟ السارس كوفي 2 وهو الفيروس المسبب للكوفيد 19 ينتمي إلى عائلة من الفيروسز اللي هي عائلة RNA فيروسز، وهذه العائلات والفيروسز اللي تنتمي لهذه العائلة طبيعتهم وعند التكاثر بيصير في تغييرات جينية. نعم. بعض هذه التغييرات قد تؤثر على سلوك هذا الفيروس كورونا فيروس وغيره من الـ RNA فيروس، وبعضها الآخر لا يؤثر على سلوك هذا الفيروس. ونحن لما بنحكي عن سلوك الفيروس يعني عم نحكي عن حدة انتشاره، هل تغيرت حدة الانتشار أو هذه التغييرات أدت إلى مثلا زيادة بحدة المرض وغيرها. نعم، ظهر عدد من التغييرات الجينية أو الطفرات، واللي حضرتك يعني ذكرتيهم اللي ظهروا ببريطانيا وبساوث أفريكا، بلشنا نشوفهم من ناحية التسلسل الجيني من قبل، من فترة أيلول وحتى قبل. المهم أنه نعرف أنه هذه الطفرات والتغييرات يلي صارت على السارس كوفي 2 لم تؤثر على قدرة هذا الفيروس على أنه يشكل مرض أخطر، ولكن أدت إلى ازدياد بانتشار هذا الفيروس.
كثير مهم انه لحد الان لم هذا الانتشار يعني وهذا التغيير ووجود هذه الطفرات لم تؤثر الى تغييرات على قدره اللقاح انه يسيطر على هذه الفيروسز واللي هو شيء كثير ايجابي ومهم. نعم دكتور ندى، سمعنا من كم يوم وزير الصحه عم بيقول انه الاتصالات جاريه لتامين اللقاح بالموعد اللي هو وعد فيه، يعني بدايه شهر شباط. في كثير ناس صراحه كانت متخوفه من هيدا اللقاح، يمكن هلا سيطر الخوف عليها شوي اكثر، عم نشوف العالم صارت شوي فيفربل اكثر لانها تعمل اللقاح، مشجعه عم بتقول انه ما في حل ثاني. اليوم شو رايك العلمي اليوم كباحثه بعلم الفيروسات بهيدا اللقاح؟ الحقيقة عنا لقاحات كثيرة موجودة، واللقاحات يلي كلنا عم نسمع عنها واللي أخذت ترخيص للاستخدام بالحالات الطارئة، أحد هذه اللقاحات هو اللقاح يلي أشار له وزير لقاح فايزر العامة. لقاح فايزر، ولقاح فايزر هو من اللقاحات يلي المنصة الأساسية له هي عبارة عن مسنجر RNA، يعني كود جيني يلي لما ناخده يتحول إلى بروتين، وهذا البروتين يؤدي إلى تحفيز الجسم المناعي إنما ما بيعدل بجينات الشخص مثل ما كان عم بيتداول على بعض مواقع التواصل. هو عبارة عن كود لما نحن بناخده يتحول إلى بروتين، وهذا البروتين جسمنا المناعي بيتعرف عليه كشخص كجسم غريب، ومثل حيلا يعني ردة فعل للجسم المناعي لأي جسم غريب يحفز هذا الجسم المناعي. ولقاح فايزر يعني بحسب المراحل التجارب السريرية بالمراحل الثالثة أبدى 95% من الفعالية، وهو يعطى بجرعتين. ونعم يعني دكتور ندى، شو بتقولي اليوم للمتخوفين من أثار جانبية لهذا اللقاح؟ اللي بيقولوا نحن بدنا ننطر سنة واثنين ما بنعرف شو معقول يبين عوارض جانبية لهذا اللقاح، ما نعمله تيستينج كفاية، سنة واحدة مش كافية، كيف بتردي؟ شو رأيك بهالموضوع؟ الأثار الجانبية يلي ظهرت على الأشخاص يلي أخذوا اللقاح خلال التجارب السريرية، واللي هلأ مع الأشخاص لأنه عم نراقب نحن مثل ما بتعرفوا عدد دول كبيرة بلشت تلقيح مستعملين لقاح فايزر ولقاح موديرنا يلي بيشبهه كمان عنده منصة ماسنجر RNA. الأثار الجانبية تشبه الأثار الجانبية لجميع اللقاحات يلي بنعرفها عبر التاريخ واللي نحن بناخدها، وهي عبارة انه بصير في عنا وجع على المحل ما بناخده لهذا اللقاح. بعض الأشخاص عم بيعانوا من تعب وتعب عضلات، بعض الآخر عم بيعاني من حرارة خفيفة، ولكنها ليست بعوارض غريبة عن العوارض عن الأثار الجانبية يلي نحن بنشوفها من بعد ما نتلقى لقاحات أخرى. اليوم شو الآلية رح تتبعها وزارة الصحة لتوزيع هذا اللقاح على الفئات المعنية؟ وإذا شخص راغب أنه يتلقى هذا اللقاح بلبنان، هل في آلية اليوم ليسجل اسمه عند وزارة الصحة بالمستشفى عند حكيمه؟ شو الآلية اللي مفروض تتبع؟ هناك لجنة مختصة باللقاح، ولكن الآلية اللي درسناها باللجنة الوطنية وبوزارة الصحة سوف تعتمد على آلية تشبه اللي هو يعتمد الدول الأخرى اللي بتشبهنا، وهي أنه نبلش بأولويات، والأولوية اللي هي للأشخاص يلي بالقطاع الصحي. نعم. لأنه هن بالخطوط المواجهة الأولى، يعني أكيد خطوط المواجهة الأولى لحتى نقدر نساعدهم ليقدروا يساعدونا نتخطى هذه الجائحة. بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي كمان العاملين بالقطاعات الرئيسية، فهودي رح تكون الأولوية لإلون، ومن ثم يتبع هؤلاء هذه الفئة من الأشخاص الأشخاص الكبار في السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لأنه كمان هيدول لأنه هذه الفئات هي من الفئات يلي حسب ما عم نشوف طبعا إحصائيا تتعرض إلى حالات خطرة أو حادة من المرض، ومن بعدها طبعا الفئات الأخرى. هذه الآلية والرود ماب إذا بتحبي
اللي متوجهين نحوه، ويتم حقيقة الاستعانة بعدد كبير من الداتا يلي موجودة عند الوزارة بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص والقطاع الصحي العام والقطاعات العامة الأخرى لإحصاء الأشخاص يلي نعرفهم. طبعا العاملين بالقطاع الصحي معروفين بهذول القطاعات، ولكن لتعداد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة فتعتمد الوزارة على كذا بلاتفورم لحتى ناخذ هذه الأرقام منا لكي يتم الاتصال. يعني أكيد ناطرين اللقاح، للأسف يعني صار في تأخير بصياغة القانون اللي بيسمح بالاستعمال المستعجل لهذا اللقاح مثل كل دول العالم، يعني ما بنعرف ليه هذا التأخير صار. دكتور ندى، اعتبرت منظمة الصحة العالمية مبارحة بديكلاريشن عملتها أنه ما بتتوقع أنه نوصل لمناعة مجتمعية أو مناعة قطيع بعام 2021. سؤالي إليك، هل ممكن أنه نحن بلبنان بسبب ارتفاع عدد الإصابات نوصل لمناعة مجتمعية حتى قبل ما يوصل لعنا اللقاح؟ الحقيقة أنا من المؤمنين بالمناعة الجماعية من بعد أخذ اللقاح. ونحن بتفشي مجتمعي كبير، ولو كان رح يصير في عنا مناعة قطيع كانت ظهرت علينا هذه وظهرت على دول أخرى. ولكن اللقاح مهم جدا انه يتسرع باستعماله وتوزيعه على الاشخاص يلي لازم، على الفئات اللي لازم تاخذها والرئيسيه والكبار السن، وذلك لحمايتهم. و نعم عنا فترة على القليل سنة، وليس فقط بلبنان ولكن بالعالم ككل، مراقبة يعني هذا اللقاح بقدرته على السيطرة على معدلات المرض وعلى معدلات الوفيات والتحديد والتخفيف من حدة المرض ومن ثم مناعة القطيع لنصل إلى مراحل حيث هذا التفشي المجتمعي يزول، وساعتها فينا نبلش نسترخي بالتطبيقات اللي عم نطبقها. فنعم يعني لدينا سنة. نعم إن شاء الله يعني نقدر نقطع هالسنة ونضلنا عايشين لآخر السنة كلنا لنشوف آخر هالجائحة اللي أصابت كل العالم واللي كلنا عم نعاني منها. دكتور ندى ملحم، أستاذة وباحثة بعلم الفيروسات والأمراض المعدية، بدي أشكرك على كل هالمعلومات. أكيد بدنا نتمنى من كل اللبنانيين يحترموا الإجراءات بفترة الإقفال لنطلع كلنا سوا من هيدي الأزمة بأقل ضرر ممكن، نحمي حالنا ونحمي مجتمعنا، لأنه فعلا فينا نقول إنه دخلنا بالمحظور. نعم صحيح، شكرا. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا، فاصل قصير وبعده منتابع احلى صباح، خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا، وطبعا بآخر فقرة مثل ما تعودنا كل تنين مبارحة يكون معنا سارة كيروز اللي هي فاشن كونسلتنت وستايلست، ولكن اليوم رح تكون معنا لنتعرف أكتر على صيحات الموضة، على الستريت ستايل، على سيلبرتيز أكتر كيف بيلبسوا وشو كمان ناطرنا هلأ بالمواسم الجديدة. وقبل ما نبلش أكيد بدنا نتمنى لها لسارة هابي بيرثداي، إن شاء الله كل سنة وإنت بألف خير وتكون هيدي السنة أحلى من يلي قطعنا فيها قبل. شكرا كتير، مرسي. أكيد إن شاء الله ما يكون في أضرب، يعني ما بفتكر بيطلعنا بعد أضرب أكيد. من هيك اليوم رح نكون عم نحكي مثل ما قلتي أنت عن كذا شغلة. رح نحكي أول شيء عن نيو يير، اتسترو إنه قطع شوية وقت، بس السيلبرتيز دايما بيكون عندهم إطلالات معينة بيحبوا يختاروها لنيو ييرز إيف، وهيدي السنة كمان مثل كل سنة كان في قصص سبيشل شفناها بهذه الفترة. صحيح. من بعد رح نشوف ستريت ستايل مع الماسكات كيف عم بتصير all over the world، مش بس بلبنان، بكل البلاد كيف العالم عم يعتمدوا الماسك بحياتهم الطبيعية بس يظهروا. تنشوف كمان كيف نكون عم نلبس الماسك، بليز بي سيف، الكل يكون عم يلبسه أكيد. صحيح، صار لايف ستايل أكتر يعني 100%. ورح نحكي عن ستايل معين اللي هو اسمه الكولر بلوكينج لل 2021، هو كلهم بهالحلقة اليوم أكيد. رح نبلش أول شيء مع الستارز شو لبسوا عن نيو ييرز إيف، ونبلش أول شيء مع جينيفر لوباز. جي لو عرفت كتير بهيدا اللوك ونحكى عنها كتير، اللوك من فالنتينو كوتور انعمل لليلة اللي بيحتفلوا فيها براس السنة، دايما فيه لأنه
stage looks. دايما في قصص تنعمل لنيو ييرز ايف والسيلبرتيز هيدي السنه حبوا كمان يحتفلوا حتى لو البانديميك ضاربه اكيد كل البلاد صح. بس حبوا يكونوا اكيد سيف اون ستيج بيكونوا الكل بعيد عن العالم بس يكونوا عم بيحتفلوا. هيدا اللوك الابيض اصلا رح تلاحظي انه معظم السيلبرتيز اختاروا الابيض لهيدي السنه تيكون عندهم شويه امل للسنه الجديده. بيس انر بيس بمطرح معين على الخوف يلي كنا عم نعيشه يس وينشروه اكثر للعالم وتجيلوا على كل ساره دائما باطلالاتها بتحببنا اكثر بالموضه بكيف دائما عندها ايدنتيتي بس بتقدر صح. تغير اكثر صح 100% جيلو اصلا ترند ساتر مثل ما عم تقولي وبيحبوا يكونوا عم يلحقوا ستايلها كل البلاد يعني بتشوفي ناس باوروبا بيكونوا عم بيقلدوا جيلو بقصص معينه يعني قصص بلبنان بالميدل ايست الكل بيستعملوا اذا بديك ستايل تبع ازرق والحلو بجيلو انه دائما كمان بتدعم مصممين لبنانيين يعني ان كان نيكولا جبران او زهره او زهره مراد او كلهم معك حق 100% هلا على سيره اللبنانيين رح نشوف كريس لي اللي لبسه من انتوني ورد كمان باللوك يلي قطع بالصورة اللي قبلها لحقوا يشوفوا المشاهدين كان أوفرول أبيض كمان مثل ما كنا عم نقول السيلابرتيز هلا عم يشوفوا بيحبوا كتير يلبسوا للديزاينرز اللبنيز وصراحة نحنا ما ناقصنا شي تنكون هالقد معروفين وورلد وايد لأنه عن جد اور ليبانيز ديزاينرز عم بيقدموا كولكشنز كثير حلوه والذوق اللبناني صح دائما وكيف بيرسموا جسم المره وكيف بيرسموا اذا بدك بيشتغلوا قماشات حلوه كيف بيعطوا شيب حلوه للسيلوات هون عم نشوف هلا ستايل ثالث يلي هو الكسندر فوتيه لبس الامي ستايل قصير فيه بنفس الوقت فوليوم هذا ستيل أجان حلو لستيج يعني مش حلو بالحياة statement منه it's a statement piece و statement look أكيد وبترجع بتشوفي أنه وقت تكون عم تغني غير ما يكون ملبوس بعشا عادي مايلي سايرس لبست من عند مايكل شميت كمان الأسود timeless دايما أنا بقول أنه it's true الأبيض حلو عن New Year بس كمان الألوان الريكز مثل الأسود كمان بتضلها موجودة صحيح لوسي هاي لبست مع دولتشي اند غابانا كمان فور نيو ييرز ايف في منهم كمان تصوروا برا مش ضروري دايما اون ستيج ابيض ودارك ريد سو كمان ومنسقه الماسك من لون الجاكيت تبعها الكوت هذا الستايل كمان بور دير انه مش ضروري دايما يكون لوك اوفر لانه نيو يير هلا نحن ثاقبت هيدي السنه كمان في كثير ناس ما ظهرت ويا ريت في ناس اكثر ما ظهرت كانوا الكيسز اقل بس كمان فينا نكون عم نلبس قصص سمبل نوني دي يكون دايما اذا نيو يير يعني بده يكون اوفر اللوك دايما ساره يمكن بالاكسسوار اللي بنقيهم كمان فينا القصص الكاجوال نقدر نحولها اكثر هيك نعمل فيها ستيتمنت ان كان البروش او الكوليه او الحلق او الهات بيسز صح مش دايما ضروري اللوك يكون اوفر ونحط بايات وفستان طويل وبربقه وكل هو معك حق انه مرات يكون فيري كاجوال look was the statement earrings كبار ملونين او نايس بيرس او شوز ملونين معك حق بغير كل اللوك هون عم نشوف كاندل جينر نهار 1 جانفي يعني اول نهار بالسنه لبسه فيري سمبل عم تتصور ستريت ستايل سو تو سي انه نو نيد دايما تو اوفر دو ات حتى لو نيو يير او نيو ييرز ايف او نيو ييرز داي لبسه اسود وزيتي بطريقه فيري سمبل اندرا داي لبسه من عن شانيل كمان هون ليله النيو يير سو كمان اوكي في ناس كانت they were overdoing it on stage او عم يعملوا ستيج لوك بس كمان في كثير ناس على النوفالون كانت سمبل لوكس وكانت لبسه ملائم لهيدي البانديميك او اذا هيدي الفتره اللي عم نعيشها صحيح والفول وينتر كولكشن تبع شانيل كمان كانت مميزه هيدي السنه كان فيها كانت كولورفل اكثر عاده معودين على الجراج الباج والاسود السنه شفنا كولرز اكثر شفنا كولرز لانه هذا الشيء كمان انا قلته مش بس عن شانيل انه كل الديزاينر عم يجربوا يقولوا لنا ليتس هاف هوب لهالسنه الجديده ليتس بي بوزيتيف ليتس هاف كولرز سو الكل كان عم يجرب يفوت قد ما بيقدر بالكولكشن تبعه الوان يفوت قصص فرحه حتى لو عم يقترحها لكل السنه شتويه صيفيه عم بيقولوا انه هيدي السنه بدها تكون غير هيدي السنه بدنا نكون يونايتد تنوصل على شيء احسن سو الكل عم يجرب يقطع مسجز ثرو هيز كولكشن ما بس قصه انه تياب عم بيقطعوا كلهم مسج اذا بدك شخصيتنا ايه ومسج فيه امل للسنه الجديده عم نشوف كمان الستريت ستايل يلي حيكون هالسنه شفنا قصص بلشت من اول السنه غريبه بس هي بلشت من انه كيف نلبس الماسك هون هيز كفرينج هيز يعني عم يتغطى كل وجهه من ورا هالشيء اللي حطه على راسه بس نازل لتحت سو مش دائما الماسك ضروري يكون بس
عم نحط الميديكال وان او الماسك بيجي عادي بس تو كفر تيخبي التم. مرات في يكون اكسسوري او هيد بيس عم ينزل ويخبي الوش كله. بالصوره اللي بعدها كمان رح نشوف كذا ستريت ستايل تتشوفوا كمان كيف العالم عم تلبس الماسك. اكيد بعد في ناس بيلبسوا الميديكال ماسك مش ضروري دائما نكون عم نلبس شيء فيه ستايل. بالصور اللي بعدها كمان رح نشوف غير ستيل للماسك بس مهم ينلبس, مهم تو بي سيف. هون عم نشوفه قماش مع الوان, سو عم نشوف ديفرنت ستايل اوف ماسك. ساره هيك سوري شوي بدي اطشك انه كثير مهم كمان نوعي المشاهدين انه اليوم اذا جبنا ماسك من القماش ويعني بيكون دائما عندنا اهميه نغسله كل يوم او كل اربع ساعات حتى ما تبقى عليه البكتيريا او الفيروس. اكيد اكيد, لانه نحن بس نحكي عن ستايل معين بالماسك, نحن قصدنا انه make it part of your daily life. يعني صحيح. خلي هالماسك يكون شقفة من تيابكم, شقفة من حياتكم, بس مش يعني don't be safe. صحيح. يعني اذا بتشوفوا انه القماش ما عم بتحسوا safe enough, يا حطوا تحته medical one وفوق الماسك العادي, غسلوا دايما. بموضوع القصص الميديكال بليز الحقوا الحكمة وشو عم بينقال. اكيد مش نحن بس نحن as a fashion statement بنقول انه على كل الاحوال خلي هيدا شيء يكون شقفة من اللوك. مش تستحوا او لا بدي شيل الماسك او لا مش هيدا ما في لابق ومش لابق. ايه اكيد لازم يكون كل العالم بكل البلاد من السيلبرتيز للعالم العادية كل الناس عم تلبس الماسك وكل الناس عم تنتبه على حالها, وهذا الشيء الأبدع حاليا. صحيح. هون عم نشوف كمان الماسك الأسود القماش مع اللوك تبع الستريت ستايل. بالصور اللي بعدها رح تشوفوا كمان كل العالم عم بيكونوا عم يلبسوا. مرات في يكون ملون الماسك, مرات في يكون عليه برينتس, مرات في يكون عليه نقشة معينة. على كل الأحوال عم ينلبس مع كل اللوكس وما نبقى شيء غريب أو شيء بالعكس غريب إذا ما لبسنا الماسك نحن وبرا. صحيح. هون كمان عم تشوف شو ما نلبس لوك, إذا كان كاجوال إذا كان لوك تريندي على كل واحد في الماسك. هلأ عم نفوت بالتالت فكرة إذا بديك أو تالت بارت من فكرتنا اليوم اللي هو الكولر بلوكينج. بال2021 رح ترجع مودة الكولر بلوكينج اللي هو أنه نلبس ألوان كتير قوية مع بعضها. وهيدي جاي المودة كان صار لها فترة إذا بدك من 10 سنين كنا من عنا الكولر بلوكينج بس بتروح وبترجع. صحيح. So حاليا we're back to color blocking, يعني فينا نلبس ألوان كتير قوية مع بعضها. هون عم نشوف دريس أورنج مع جاكيت حمراء, عم نشوف دريس تاني على أخضر زيتي مع أصفر. دونك عم بيكون في ميكساج دي كولور, يعني فينا نلبس أكتر من لون مع بعضه. مهم انه نعرف كيف نلبقهم. صحيح. عم نشوفها هون حتى بكل الستريت ستايل كل البوب كولرز, وهيدي من القصص يلي كنا عم نحكي فيها انا وياك انه كل الديزاينرز عم بيقولوا باك تو كولرز, خلينا نكون بوزيتيف, خلينا نشع الوان ما نكون مدبرسين او نيجاتيف او شيء. وهيدا الشيء ببين بتيابنا كمان. سو عم نشوف هون كمان الكولرز قد ايه عم بيكونوا قوية مع بعضهم حتى بالاكسسوارز. يعني فيكم عن جد تكونوا هودي كله ستريت ستايل من هلا 2021, نكون عم نلبس التوب الاصفر, جاكيت حمراء, البيرس بيربل, يعني حتى او قد بيساعدنا ألوان. حتى الساك او الشوز, يعني بس نشوف بالشوز مثلا بيكون اسود مثلا وتركواز, دائما عم بيصير في عنا افكار جديده كيف نلبق الالوان او حتى الساك. الباندوليير يمكن اوقات تبقى غير لون عن الساك, هذا الشيء كمان. هذا بدي لك انه الاكسسوارز بيزيدوا بعد شغله باللوك تبعنا, وما تخافوا من الالوان. يعني إن شاء الله هلأ هالجمعتين الكل ينتبه يقعد ببيوته بي سيف. هيدي الفترة هلأ أبدأ شيء نكون عم نتبع بعض, لازم نعمل نبقى فقرة عن البيجاما كيف نكون بالصيف بقلب البيت تواحد ما يدبرز, يعني تغير من بيجاما لبيجاما. لا بس بي سيف, ضلكم بالبيوت, وبس تقطع هيدي الفترة على خير. خلينا نرجع على الألوان, وخلينا نرجع نكون مبسوطين ونحب الحياة ونلبس. وبعرف إنه الناس كلها تعبت وزهقت, بس هلأ لازم كتير ننتبه, لازم نقعد ببيوتنا لحديت ما تقطع هيدا الموجة. نقل راد أكيد بتقطع إذا التزمنا ورح نتخطاها. نقل راد كنا بآخر صورة حكينا عنها وحكيتي أكتر عن الموضة. دايما بنكون مبسوطين لما بتحكي, ومنقول للمشاهدين كمان أنه بيقدروا يتابعوك على your Instagram سارة كيروز حتى ليخدوا أبرز التيبس يلي بتقدميهم عن صيحات الموضة أو كيف طريقة لبس وكيف كل جسم ممكن يلبق له. طبعا يعني
تايب اللبس. كثير حبيت يور جاكيت ميتاليك كمان. ايه هلا هيدي بلش على السنة الجديدة. هلا الميتاليك كمان كثير عم نشوفه بالأسواق، إن كان الجولد أو الروز جولد أو حتى السيلفر. ثانك يو لك سارة على كل النصايح، وبنشوفك إن الله راجع معك الجاي. أكيد. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، أكيد رح نطلع عليكم بكرة بنفس الأوقات من 9 to 11:30 من هلأ لوقتها. خلوا عيونكم على تلفزيون لبنان وبنشوفكم.